بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة ومساء الإيجابيات. أكتر من خبر يا أستاذ إبراهيم يستحق أن احنا يعني نتفائل بيه ونرحب بيه. أولها صعود منتخب مصر لكرة اليد. الأول بس إيه قبل ما 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 ما, ما أقول لك إيه الأسباب، أنت خش. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الموعد المتجدد معكم في لقاء الخميس. هي بالفعل حلقة مهمة جدا، كمان بيزيد منها اللي المهندس عدلي أشار إليها، بيزيد منها أهمية ويزيد منها إيجابية كمان، لأنه الحقيقة احنا كنا بنتكلم على تثبيت الصورة، أنه ده توقيت لتثبيت الصورة، الصورة الإيجابية الجيدة جدا اللي سافر بها فريق الأهلي لكرة القدم إلى الجزائر عشان بكرة يلعب مع شبيبة الثورة الجزائرية. وادي الثورة ده عشان الناس بتغلط يا باشمهندس، هي مش الثورة، هي الثورة بالسين، لأنه ده وادي في أقصى جنوب الجزائر. وادي الثورة ده وادي موجود على بعد 1000 كيلو من العاصمة الجزائر، وبالتالي ملوش علاقة بالثورة. فشباب الثورة الجزائرية في ولاية بشار أقصى الجنوب الجزائري، بكرة إن شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة 8 بتوقيت الجزائر، الأهلي وشبيبة الثورة. لكن انت اشرت الى انه من الايجابيات لكن المهمه، لكن انت شاطر قوي في الجغرافيا وفي اللغه العربيه في لا إيه بس كيف. عشان اصل هي ملحوظه مهمه. لا ليه بس انا بنبسط لان بتغطي جانب مش موجود عندي انا. وانا في المدرسه كنت شاطر في التاريخ لا كنت شاطر في التاريخ وخايف في الجغرافيا عشان كده انت تاريخ. لا انا احب ان اقرا عن الناس وعلى. فكان استاذ التاريخ والجغرافيا هو واحد يخش في الجغرافيا قيام عدل القيع بره لما يشرح جغرافيا يجي في وكنت اقول له ايه يا استاذ شوقي الله يمسيه بالخير اذا كان عايش او يرحمه اذا كان. وبعدين في التاريخ يقول لي تعالى جنب هنا اي حاجه بقى في التاريخ مجرد ما تتحكي قدامي خلصت. طيب مبروك منتخب اليد. طبعا وانت هاند بول مان. بص كرة اليد كانت تستطيع من مدة بشيء من التوفيق ومن شيء من برضو الخبرة. الخبرة اللي لازم تكون اكتسبتها. كسبنا أنجولا طبعا النهاردة 33-28 عشان يبقى 2 فوز و1 تعادل و2 هزيمة ونحتل المركز الثالث في المجموعة. كان بإمكاننا طبعا امبارح لو فوزنا كما كان ينبغي لآخر 10 ثواني على المجر كنا هنبقى في المركز الثاني، ودي كان هتبقى سكة تانية خالص، هتخش في الثمانية الكبار على طول. اكتفينا بالتعادل. لا هو انت الحقيقة يعني حصل حاجة يعني منتهى ما اعرفش، ما بتحصلش كتير. هو فاضل المجر والسويد 14-13، لكن انا بقول لك مصر فاضل 15 ثانية ولا 20 ثانية والكرة مع المجر، يوم قبليها اتطرد واحد في الهجمة اللي جبنا فيها جون، علي زين جابه وخد رجل المباراة واحنا ناقص العدد. واحنا راجعين قال يحصل فاول تغيير، خطأ في التغيير، فعشان نلعب 4 لمدة 15 ثانية. طبعا اما بتدافع 4 قدام فريق زي المجر من الفرق مصنفة على العالم، ودلوقتي مع السويد فرق جون ماشيين 14-13، فالحقيقة كان يمكن لمصر انها تخش تاني. لكن انا بتفرج وانا فاهم في كرة اليد شوية، لان انا كنت في اتحاد كرة اليد 8 سنين امين صندوق ومسؤول عن المنتخبات القومية، احد المسؤولين يعني كنا 3. فالمشكلة دي قديمة، انك انت بتيجي في اخر دقيقه ما لا تحافظ على تفوقك. في نوع من الاندفاع او التسرع انك انت تفقد الكوره. لان انت يا استاذ ابراهيم هقول الجمله بقى، اما بتبقى كسبان تبقى انت بتلعب ضد الزمن مش ضد النتيجه. فكل ما بتطول الهجمه وتاخد فاولات وتلعب وبتاع وتطول الدفاع بتاعك وتاخد فاولات يبقى ده معناه انك انت بتحافظ على تقدمك اطول فتره. انما سرعه انهاء الهجمات دي كانت مشكلتنا سواء امام المجر او يمكن امام السويد اللي خسرناه برضه في اخر دقيقه.
فهي حلقة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم حلقة تثبيت الصورة، تثبيت الصورة الإيجابية الجيدة اللي سافر بها الفريق للجزائر. هنشوف. طب ما نقول بقية الإيجابيات، ما مش نقول بقية الإيجابيات. إيه بقى؟ الأستاذ دكتور محمد العدل ينجو من حادث سير خطير، العربية اتقلبت بيه. ألف سلامة عليه. وبكلمه الحمد لله بعد ما اطمنا نهزر معاه بقى. فبقول له كفايه شقاوه بقى في السواقه والتخميس والحاجات دي مش بتاعتنا يعني. فعايزين نبقى نتكلم نطمن. انا اتصل بيه. وبعدين عيد ميلاد محمد العدل واحد من الاهلاويه الجمال وعضو اللجنه العليا للبرامج في قناه الاهلي، واحد الحقيقه من محب الاهلي بعمق وبصدق وبتفاعل وبعقل وبعقل صحيح، لكن وبعدل هو عمل البالانس والتوازن في عيلة العدل. العدل اتنين زملكاوية اتنين اهلوية ولا تلاتة وتلاتة. فهو واحد من التلاتة الاهلوية. لكن عيد ميلاد محمد مصطفى. طيب ما هو لازم نقول له كل سنة وانت طيب يا محمد. مدير تحرير البرنامج وواحد من الجنود المتفانين الحقيقة في البرنامج، هو وكل فريق الاعداد، كل سنة وانت طيب يا محمد، ودايما وابدا كل فريق العمل موفق في خدمه ملك وكتابه وفي خدمه الاهلي باذن الله. نكلم الدكتور محمد العدل نطمن عليه؟ نطمن عليه لو يعني على التليفون. طيب على ما نتصل بالدكتور محمد العدل نروح للجزائر، لان الجزائر النهارده كان فيه مؤتمر صحفي مهم جدا. مارتن لاسارت المدير الفني للاهلي والكابتن شريف اكرامي كابتن الفريق في مؤتمر صحفي للمباراه. هنشوف اخر انطباعات لاسارتي، شايف مباراة بكرة عاملة ازاي، رؤيته لفرقته والاهداف اللي هيلعب بيها في المباراة. نشوف المؤتمر. مساء الخير يا جماعة. Estamos bueno muy contentos muy la verdad que estamos muy muy cómodos en el lugar que estamos esperando el partido en el hotel donde estamos. احنا سعداء بوجودنا في وسطكم وفي الفندق اللي احنا مقيمين فيه. Bueno, tuvimos la oportunidad de debutar con un triunfo en el primer partido. كان فرصتنا احنا في اول ماتش في الدوره كسبناه. Y lógicamente bueno tenemos la ilusión de poder seguir sumando en este caso en el grupo, en el grupo en el que estamos. وطبعا بنحاول نكسب الماتشات القادمه. Sabemos que eso no es fácil. عارفين ان ده مش سهل. Pero bueno venimos con esa ilusión. لكن جايين بهذا الامل. Y que además el fútbol كرة القدم cumpla دايما بتحقق el objetivo que por lo cual nos gusta todo, ¿no? الهدف اللي عاوزينه كلنا. Que el fútbol es una competencia deportiva. هي منافسة رياضية. Donde uno gana y otro no gana. فيها فريق يكسب وفريق يخسر. Pero que en definitiva une. لكن في العموم هي توحد ولا تفرق. Y tuvimos un viaje largo y esto seguro cansó los jugadores y las medidas que ha tomado el entrenador para resolver esto. Bueno, el viaje fue largo, sí. El primer día fue largo. Y lógicamente el día siguiente los jugadores sintieron el cansancio, las horas de avión, de no estar cómodos. Pero son futbolistas que están acostumbrados, que tienen experiencia. Ayer los vimos mucho mejor. Y seguramente hoy mañana van a estar mucho mejor. Un poco la idea del club de venir con unos cuantos días de anticipación. مع بوقت كافي. Era previendo esa dificultad del viaje. عشان خاطر نتجنب هذه المشكلة وإرهاق اللاعبين. ¿Cómo nos han recibido en la capital? No, muy bien. بطريقة كويسة جدا وبنشكركم عليها. هو بيقول إن بنستقبلونا بترحاب وإحنا بنشكر الجميع.
تم دراسة فريق شباب الثورة. سأسأل الثورة el equipo de Chabolet Saura, Rebán, hemos estudiado el equipo todavía. Sí, sí, por supuesto, sí. Estaban en la Darazna del Farid. Hoy. معلش يا فندم انا ما سمعتكش. ما رايك في اداء شكل الثوره؟ كما تفارس الاكيبو دي الرمان في الكاسا وفي الكاسا. Cuando un equipo participa لما يكون فريق بيشارك en una competencia في منافسة continental في منافسة افريقية como es el champion de África como البطولة اللي احنا فيها pues la champion de Europa o la Libertadores en América كذلك في بطولة أوروبا أو بطولة أمريكا. tiene los evidentemente tiene ganado el, la posibilidad por algo ganó la posibilidad de llegar a ese lugar. أكيد هو حقق ده لأن هو يستحق إن هو يكون في المكان ده. hoy el fútbol es muy fácil ver es muy fácil analizar hay muchísimo material. حاليا الكرة كرة القدم ممكن تشاهدها في أماكن كثيرة وعن طريق وسائل كثيرة. de la misma manera que nosotros analizamos en este caso al rival el rival nos habrá analizado nosotros. فطبعا احنا حللنا الماتشات المنافس واكيد هو ما برضه حللوا الماتشات بتاعتنا. طب بالنسبة للاعب المصاب ولسه ما انتهى التمرين في تشكيلة vamos a meter a alguien en de los lesionados en el equipo. نتكلم على المصابين هيشاركوا حد من المصابين سي تنموس algún lesionado que va a participar hay algún jugador puntualmente في لاعب خصوصا que puede llegar muy justo al partido ممكن يوصل ان هو يلعب vamos a esperar hasta el último minuto احنا لسه منتظرين لاخر وقت المقابلة حتكون على أرضية مشوشة فلسطينية يعني عادة ما يتعلق نحن مثل على بعد في على مشوشة فلسطينية كيف يتعلق؟ في un campo sintético y en este tipo de competencias في هذه المنافسات a veces es la lluvia ممكن يكون مطر a veces es la altura ممكن الارتفاع a veces es el piso diferente او ممكن ارضيه الملعب تكون مختلفه hay que acostumbrarse a todo لازم estar preparado para todo نتعود ونتعايش مع الموجود لا لو هنتكلم عن الغيابات او زي ما ذكر الاستاذ موضوع السفر والارهاق احنا عاده لما بتعدي علينا بطوله ما بنقابلش فيها صعوبات يعني فاحنا متعودين على الكلام ده عاده في افريقيا متعودين ان مفيش سفر بيبقى مريح معظم السفريه بيبقى كده ارهاق فاحنا شفنا الكلام ده قبل كده فالموضوع بالنسبه لنا مش جديد وبالنسبه للملعب احنا برضه السنه اللي فاتت لعبنا على ارضيه صناعيه ولعبنا بريني على ملعب اسوأ من الارضيه الصناعيه والطبيعيه فاحنا الامور بالنسبه لنا مش جديده يعني فاحنا ما بنركزش على المشاكل عادة بندور على الايجابيات فقط احنا عندنا طريق وهدف واحد بنمشي عليه كل مباراه ليها هدف بالنسبه لنا سواء بنلعب جوه ارضنا او بره ارضنا حققنا المباراه اللي فاتت المطلوب والمباراه اللي جايه ان شاء الله بكره هنحقق منها نتيجه ايجابيه يعني هو ده يعني محور كلامنا دايما مع اللعيبه واحنا كلامنا مع بعض ان احنا هدفنا واحد يعني مفيش هدف صعب ومفيش هدف سهل وما فيش بطوله بتيجي بالصدفه يعني فانت عشان تاخد بطوله لازم هتقابل صعوبات وتحديات كبيره يعني. كابتن انت في الستيف وخرجت تحت التصفيقات يعني من اليوم بعد بطوله كاس الملك اللي حتكون في مصر تقول دلوقتي انه الروح الرياضيه لازم تكون حاضره في المباريات بين الانديه المصريه والانديه الجزائريه. الاشقاء العرب ودي حاجه مش غريبه واي اشقاء لما بيكونوا متواجدين عندنا في القاهره بغض النظر عن التنافس اللي بيكون موجود في الملعب انما بعض المباريات الروح الرياضيه بتبقى هي السيده واحنا كلنا في الاول وفي الاخر يعني بنتنافس على حاجه رياضيه انما الروح ما بيننا كاشقاء لازم تفضل دايما هي الروح الرياضيه يعني. جدا نظرا للاعتذار عن كاس افريقيا في مصر في جوان وبالتالي انه كل اسبوع تكون هناك معلومات تقريبا بشكل زبط وتعب ارهاق اضافي للاعبين خصوصا في دور المجموعات لا اكيد طبعا هيبقى فيها ضغط علينا سواء على المستوى الافريقي او المحلي انما خليني اقول لك عادي احنا بالنسبه لنا كنادي اهلي احنا كلاعيبه نادي اهلي تحديدا احنا اكثر المستفيدين من تواجد البطولتين في نفس الموسم اللي خسرنا البطوله الاولى ودي كانت البطوله الاهم بالنسبه لنا مع بطوله الدوري انما كاس افريقيا غاليه جدا بالنسبه لنا فكنا محظوظين عندنا فرصه ما اعتقدش انها تتكرر تاني ان يجي لك بطولتين افريقيا في نفس الموسم
فالبطوله اللي انت ما قدرتش تاخدها في اول الموسم ممكن تنهي الموسم ده وانت بطل. فهو ده هدفنا، مش هنركز على ضغط، مش هنركز على اصابات، مش هنركز على سفر او ارهاق، هنركز بس ان احنا لازم الموسم ده نطلع ونعوض اللي احنا ما قدرناش نعمله في اول الموسم. بص خلينا ابقى صريح معاك، احنا ما بنهتمش ان احنا نقيم، احنا بندرس الفريق، ما بنقيمش اداؤه سواء اداء كويس او وحش. اكيد فريق وافق جديد على دوري الابطال، انما وصوله للمرحله دي اكيد هو فريق محترم واكيد فريق جدير ان احنا يعني نحترمه بشكل كويس جدا. احنا درسناه كويس واحنا تركيزنا مع نفسنا اكتر من تركيزنا مع المنافس، انما كتقييم اكيد هو فريق محترم طبعا. شريف في الأربع الماضية شبيبة السارة سبقت هزيمتين فقط. كيف استقبلت هذه؟ أيوة أنا عايز تقول إيه؟ لا الكرة 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 مش تاريخ والكرة مش أرقام، الكرة هو اليوم اللي إحنا بنعيشه والحالة اللي أنت بتبقى فيها سواء بتلعب في ملعبك أو بتلعب برا ملعبك. في النهاية مفيش أسماء ومفيش أرقام وإحصائيات، هو في النهاية في فريق بيأدي برجولة وفريق بيموت نفسه وعايز يحقق حاجة إيجابية، فبالتالي هو ده المقياس في النهاية. آخر سؤال. إيه؟ مسامح. البطل يعني عينكم على الكاس يعني. أكيد طبعًا. الثورة هي إلا محطة يعني. لا هي أنا مش بقلل منها، بالعكس هي فريق محترم جدًا، والبطل عشان يقدر ياخد بطولة لازم يحترم كل المنافسين. فاحنا بالنسبه لنا شبيبه الثوره فريق محترم جدا زيه وزي اقوى فرق البطوله زي الترجي الموسم اللي فات حامل اللقب، فاحنا بالنسبه لنا كل الفرق بتاخد نفس مقدار الاهتمام، ما عندناش منافس اقل او اقوى من منافس، في النهايه احنا تركيزنا على نفسنا. شكرا. ثانك يو. فتحت على فتح مؤتمر صحفي في كلام حلو مش منمق بقدر ما هو كلام موضوعي جدا، خاصة من جانب الكابتن شريف إكرامي، عجبني جدا في كل ردوده. الحكاية احنا بنقيس نفسنا، بندرس المنافس، لكن دراستنا احنا لنفسنا، احنا نعول على انفسنا. الموضوع ما فيهوش تاريخ، الموضوع فيه حالة، احنا النهاردة عايزين نعمل ايه، واصرارنا وصل لفين، واستعدادنا وصل لفين، واحنا مستعدين وعندنا هذا الاصرار. الصدفه ساءت لنا بطولتين في سنه واحده، خسرنا الاولانيه في الفاينل، ما عندناش استعداد نخسر الثانيه. كلام كله بيعكس شخصيه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. فعجبنا جدا جدا المؤتمر. بس بقى هرجع لبدايه المؤتمر استاذ ابراهيم. يعني ده من المرات، دي لقطات من تمرين النهاردة. من المرات اللي وانت رايح الجزائر تشعر بترحيب حقيقي ودفء حقيقي وتقدير حقيقي. كل التعليقات اللي جاءت على لسان لعيبة ومسؤولي الثورة بتحمل بتعكس احترام هائل للنادي الاهلي. دول الصعايدة بتوع الجزائر. فمن الحاجات الحلوة انك تبقى رايح تلعب في هذه الاجواء. فيعني اتمنى ان احنا باذن الله يعني نحقق نتيجه ايجابيه. وبعدين خد بالك من اللقطه اللي فاتت دي. بتقول ايه؟ ان لعيب دولي زي محمد هاني ياخد صندوق ويشيله مع العاملين. النادي الاهلي بيعلم في حاجات كويسه قوي. طيب لسرت الحقيقه في كلامه تحس منه بشخصيه المدرب اللاتيني اللي هو دايما وابدا عنده الرغبه في المكسب باستمرار، وده بان على ادائه حتى على التغييرات اللي عملها في المباراه الاخيره للاهلي مع فيتا كلوب، وانت كسبان بيعمل تغيير هجومي كويس. ان ده يعني احنا في عدد من اللعيبه المميزه جدا على المستوى المهاري في الشق الهجومي، محتاجين هذه الروح تكون من جديد. لو تفتكروا حضراتكم مانويل جوزيه بكل اللي عمله من انجازات اسطوريه عاليه جدا كان فلسفتها باستمرار المكسب. شخصيه الاهلي اللي دايما وابدا يلعب على الفوز، يلعب بره يلعب جوه، يسافر يروح يجي، زي ما شريف قال ما بنقفش عند الاعذار وعند المشاكل وعند الاسباب اللي ممكن تاخرنا او تعطلنا، لا احنا باصين لهدف واحد، اي فريق بتلعبه بتحترمه
لكن هدفك باستمرار البحث عن الفوز. فأنا أعتقد هذه بذرة يبذرها مارتن لاسارت المدير الفني الأوروغوياني مع هذه القدرات العالية هجوميا من اللعيبة في الشق الهجومي بإذن الله تظهر باستمرار وتتثبت الصورة بشكل كويس في مباراة الغد إن شاء الله، يتمكن الأهلي من تحقيق فوز عشان يستمر في صدارة هذه المجموعة. بكرة الاجتماع الفني للمباراة هيحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والمهندس سمير عدلي والكابتن ماهر عبد العزيز عشان يعرضوا كل الأمور التنظيمية مع مندوبي النادي الجزائري بالإضافة إلى طاقم التحكيم ومراقب المباراة. دي بشأن كل العمليات التنظيمية. يمكن المنسق المباراة الليبي علي الجيلاني أكد وصول طاقم التحكيم ومراقب المباراة لسه واصلين النهاردة الخميس، لكن في كل الأحوال الأجواء كلها في الجزائر بتقول زي ما المهندس عدلي أشار أنه في ترحيب كبير بالنادي الأهلي، حتى التصريحات اللي صادرة من الجهاز الفني الجزائري ومن رئيس النادي ومن كل المسؤولين النادي بيقول لك احنا فخورين جدا ان احنا بنلعب نادي القرن، احنا بتعكس احترام حقيقي يعني. فارجو ان الملعب يترجم المشاعر دي كلها. ده جانب من تدريبات الفريق النهارده، وهنتصل بموفد القناه الزميل كريم احمد في الجزائر عشان يحطنا في اخر اجواء الفريق واللي اي مؤشرات صادره او ظاهره في معسكر الفريق عن التشكيل، حاله اللاعبين الاخيره، اذا كان في اي اصابات تعوق مشاركه اصحابها في المباراه. هنشوف في كل الاحوال اجواء المباراه كامله، لكن فوز اول على فيتا كلوب الكونغولي في القاهره ثم سفر الى الجزائر بحثا عن الفوز، تعتقد يا باشمهندس المساله قريبه من المكسب؟ شوف فرقتك مختلفه مختلفة وانت وده جزء من اهتمامنا بالمباراة ان يتملكنا الفضول الشديد. عايزين نشوف بقى بعض الصفقات الجديدة كيف عبرت عن نفسها وكيف اضافت للفريق. لان العبرة بالدعم مش انك انت تجيب اسماء وتحشد. لا، انت عايز تشوف نتيجة او ترجمة حقيقية للكفاءات التي تم ضخها في شرايين الفريق. فبإذن الله نشوف مباراة طيبة تطمن الجمهور على النادي الأهلي مشواره القادم. طاقم الحكام من الجابون بقيادة الدولي إيريك أنوجو ويساعد مواطناه موسوندا موائيل وتيوفيل فينجا. من هو اتحاد الثورة؟ زي ما قلت لكم هو فريق ينتمي إلى الجنوب الجزائري، بيحتل في الدوري الجزائري حاليا المركز السادس، عنده 23 نقطة من 16 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 5 مباريات، سجل 14 هدف واستقبل نصهم، يعني جاب 14 وجي فيه 7. آخر مباراة له في الدوري خسرها قدام شبيبة القبائل الفريق المشهور ب1-0. في الموسم الماضي تأهل شبيبة الثورة لدوري الأبطال بعد ما كان احتل المركز الثاني في الدوري المحلي، كان عنده 54 نقطة من 30 مباراة، كان فاز فيهم في 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر 8 مباريات، سجل 38 هدف واستقبلت شباكه 27 هدف. المباراة الساعة 9 مساء في ولاية بشار، 9 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت الجزائر. الطقس زي ما كل الأنباء الواردة من الجزائر بتقول إن الطقس مناسب الحمد لله، ما فيش أمطار ولا حاجة تعيق المباراة، ونتمنى أن ده يكتمل لغاية بكرة إن شاء الله. الفريق على درجة عالية من الاستعداد، والأهلي له نتائج إيجابية كثيرة مع الأندية الجزائرية، لعب مع مولودية العاصمة زي ما أنتم فاكرين، لعب مع جيتيزو أوزو اللي هو شبيبة القبائل حاليا، لعب مع وفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة. إجمالي مباريات الأهلي يا باشمهندس مع الأندية الجزائرية 19 مباراة، الأهلي فاز في 9 وتعادل 5 مرات وخسر 5 مباريات. أمين الصندوق بيجهز بقى، بس ما أعرفش هيجهز لإيه بقى الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس البعثة في تدريبات. يعني أنا كنت أتمنى إن الله تيجي هو بشكل الحصالة. أيوة. يبقى بيسخن مش بشكل العضلة.
سجل الهدف او سجل الاهلي في الشباك الجزائريه كلها في ال 19 مباراه 22 جول، واستقبل 16 هدف من الانديه الجزائريه. اللعيبه اللي احرزت اهداف افريقيه كتير في مع الاهلي في الشباك الجزائريه في هذه المباريات، وليد سليمان وهو موجود في مباراه الغد ان شاء الله سجل 16 هدف وهو هداف الاهلي في الشباك الجزائريه، عنده 16 جول. وليد ازارو المغربي عنده في جيرانه الجزائريين 10 اهداف. احمد فتحي دي يمكن الاهداف الافريقيه للي موجودين حاليا، مش في القائمه، مش في الانديه الجزائريه فقط، هي هدافه الاهلي في افريقيا. في افريقيا وليد سليمان عنده 16 هدف، وليد ازارو عنده 10، احمد فتحي عنده 4، علي معلول عنده 4، اسلام محارب عنده 3، صلاح محسن 2، مروان محسن 2، سليف كوليبالي ومشي عنده هدفين، محمد نجيب عنده هدفين، عمرو السلية عنده هدف، وناصر ماهر عنده هدفين، ورمضان صبحي عنده هدف. ده هدافه الاهلي في البطولات الافريقيه. قلت لكم في ترحاب شديد جدا ببعثه النادي الاهلي في الجزائر، وفي حفاوه كبيره، وفي احساس بالزهو لدى الاشقاء في الجزائر في شبيبه الثوره انهم بيلعبوا نادي القرب. مأمون حمليلي رئيس مجلس اداره نادي شبيبه القبائل بيعرب عن امله بان تخرج المباراه بين الاهلي والشبيبه بشكل يليق بالفريق، وقال بغض النظر عن نتيجه المباراه في رساله لجماهير نادي الثوره بيطالبهم في تشجيع فرقتهم، ان هم بيواجهوا فريق كبير جدا وصعب عليهم مواجهه فريق بحجم وقدره الاهلي زي ما بيقول هو ده نادي القرن. وقال رئيس النادي انه افريقيا تعرف تاريخ الاهلي جيدا ومن هو الفريق الذي توج بالالقاب والبطولات، لكن في نفس الوقت فريق الثوره عنده امل وعنده طموح وعنده حلم ان هو يامل في الاستمرار في البطوله. وقال انه شبيبه الثوره لم يكن موفق في مباراه سيمبا اللي خسرها 3-0 في الجوله الاولى، لكن بياكد رئيس نادي شبيبه الثوره انه فرقته في مباراه الغد هيكون مختلف. مؤكد. وبيقول للجمهور مؤكد، وانا مش عايز النتيجه تخدعنا. النتيجة الأولى. مش عايز النتيجه تخدعنا بتاعت المباراه الاولى. صحيح. بتاعت سيمبا. صحيح. الجوله الثانيه في دوري الابطال، اسك الايفواري هيلاعب لوب ستارز النيجيري يوم السبت، وسان داونز الجنوب افريقي هيلاعب الوداد المغربي السبت. في المجموعه الثانيه اللي فيها الترجي، الترجي التونسي هيلاعب او يستقبل بلاتينيوم زيمبابوي مباراه بدون جمهور بسبب ما حدث من جماهير الترجي لرشق بعثه الاهلي واصابه هشام محمد قبل المباراه النهائيه. اورلاندو الجنوب افريقي هيلاعب في ملعبه الحريه الغيني. الجمعة بكرة كمان في مباراة مهمة جدا للإسماعيلي مع الأفريقي التونسي، والقسطنطيني أو القسنطيني الجزائري هيلعب مازيمبي الكونغولي العتيد يوم السبت. مازيمبي عنده 3 نقاط في هذه المجموعة، والقسنطيني الجزائري أيضا عنده 3 نقاط. الإسماعيلي عنده لا شيء من النقاط، لكن الإسماعيلي الحقيقة واجه موقف طارئ جدا لما امبارح القيصر حسني عبد ربه كابتن الاسماعيلي والنجم الدولي الكبير فجأة بيعلن اعتزاله وبيتمسك بقراره وبيقول لغاية كده كفاية مش هيكمل، ويمكن المدير الفني خرجه من قائمة المباراة. بص هذا خبر يعني بالنسبة للاسماعيلية من الأخبار السلبية جدا، واعتزال نجم بحجم حسني عبد ربه واحد من أحسن لاعبي خط الوسط في مصر عبر تاريخها، وواحد من الناس المؤثرة جدا مع نادي الإسماعيلي وفي الإسماعيلية. أيوه. مؤكد خبر ما يمرش مرور الكرام، لأنه برضه توقيت الإعلان بيفكرني بالكابتن محمد أبو تريكة. لما وإحنا راجعين من المغرب برضه كان زي الوقت زي دلوقتي بعد كأس العالم أندية. وكنا متفقين إنه هيكمل آخر سنة، تاني يوم أعلن اعتزاله. بيبقى في اسباب تخص اللاعب مؤكد بتدفعه الى هذا القرار الصعب جدا. لكن في كل الاحوال حسني عبد ربه ليس ملكا للاسماعيليه وحدها، ولكنه ملكا للكره المصريه، ملكا لكل الجماهير بصفته واحدا من نوابغ المنتخب القومي. نتمنى له كل الخير في مشواره القادم. وانت تعلم ان احنا كنا نتمنى في وقت ما حسني لاعبا في النادي الاهلي. وكان قاب قوسين يمكن حتى كانت القضيه لصالح الاهلي. عموما بهذه المناسبه اليوم السابع
وهو بيكتب تقرير عن حسن عبد ربه بعد قرار الاعتزال، سأله سؤال محوري ومهم عن علاقته بالنادي الأهلي وعن ما يتردد عن سعي الأهلي لخطف نجوم الإسماعيلي، حتى سأله الموقع نفس السؤال: إيه تعليقك على ما يسود في الإسماعيلية أن الأهلي دائما ما يخطف لاعب الإسماعيلي؟ فقال حسن عبد ربه تعليقا على هذا: هذا الاتهام نغم رددتها إدارات الإسماعيلي المتعاقبة للتغطية على الفشل الذريع في الحفاظ على النجوم عن طريق تصدير الاتهامات للآخرين دون البحث عن أسباب الفشل الداخلي. وقال حسني: مفيش حاجة اسمها خطف، كل لاعب أدرى بظروفه. يعني إن اللاعب جزء من المعادلة وصاحب قرار. أيوه. وإن كل اللعيبة ديت لما تمسكها واحد واحد الغالبية انتقلوا لأندية أخرى، والأهلي بعد مرحلة واثنين وثلاثة اشترى هؤلاء اللاعبين. شوف، هو كل الكلام اتقال لأن دول دخلوا عملوا بطولات مع النادي ده. لو ما عملوش بطولات زي ما راحوا في جزء منهم في أماكن أخرى ما عملش بطولات ما حدش بيجيب سيرته. بس. ليه بيعملوا بطولات؟ وحسني عبد ربه الراجل حقيقة وهو بيمشي من الملاعب بعد مشوار حافل بالعطاء، حسني واحد من نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية اللي عمل بطولات الأمم الأفريقية الثلاثة ورا بعض مع الكابتن حسن شحاتة، شارك في بطولتين بس، عنده مشاركة في كأس العالم للشباب وعنده بطولة أمم أفريقيا للشباب، واحد من اللي فازوا بجائزة أحسن لاعب في أفريقيا يمكن في غانا 2008 كان حسني عبد ربه أحسن لاعب في البطولة، فعنده إنجازات كبيرة جدا وعنده تاريخ كبير مع الإسماعيلي، عنده مشاكل، عنده موقف، عنده قرار، دي مسألة داخلية تخصه بعلاقته مع نادي، لكن المؤكد أن حسن عبد ربه كنجم حاجة كبيرة جدا ومهمة في النادي الإسماعيلي، وهو بيقول مش عايزين نصدر مشاكل للآخرين. المهندس عدلي أشار لجزئية أنه كل المشكلة عند الناس ديت اللي بيحاولوا يزكوا هذه الفتنة أن اللعيبة اللي بتيجي بتنجح مع الأهلي. طب ليه بتنجح مع الأهلي؟ ما أنت في مناخ نسبة النجاح فيها عالية، مقومات التحقيق البطولات كبيرة، يكفي الجماهيرية، والجماهيرية بتصنعها البطولات، والبطولات بتتحقق بسبب الجماهيرية، فالاتنين في دايرة واحدة مغرقة. لا، والبناء الحقيقي يا استاذ ابراهيم لازم الناس تتنبه. انت وانت بتجيب صفقات مش بتجيب صفقات كيدية او اعلامية او لا، ده انت بتجيب صفقات بتبقى فعلا موضوعية جدا مؤثرة بتخلي الفريق يتكامل ويقدر يحقق بطولات. يعني مش فدي نقطه لازم الناس تفهمها، الاهلي يجيد بناء الفرق القويه. علشان كده لما صحيفه ماركا الاسبانيه الصحيفه الكبيره الرياضيه الكبيره حبت تقيس شعبيه الانديه القطبيه في حوالي 20 دولة حول العالم، أرادت ماركا أن تقيس حجم شعبية الأندية الكبيرة فيها، فطرحت مصر ضمن هذا الاستفتاء إلكترونيا الناس تدخل تصوت مين أهلاوي ومين زملكاوي، وعلى مدى فترة البحث والتسجيل بتعلن ماركا النتيجة. فأنتم متخيلين دي ماركا الأسبانية مش مجلة الأهلي، وحاجة مش منحازة وتصويت إلكتروني. هي الطول تبقى مجلة الأهلي؟ علشان ما يبقاش حد يقولك اصله يعني دي مساله منحازه، لا دي صحيفه اسبانيه كبيره ليها سمعتها، ولما بتحب تقيس اتجاهات راي عام في 20 دوله بتطرحها للتصويت الالكتروني. النتيجه اللي هي بتاكد الحقيقه وبتثبت الصوره، قالت ماركا انه في مصر 68% من الجماهير اهلاويه و 32% زملكاويه، يعني الضعف 68 ل 32 اكتر من الضعف. بس هي ديت نسبه الناس اللي صوتوا بين، والاستفتاء مستمر. لكن كتير لما اتكلمنا هنا واحنا بنتكلم على الاستثمار وعلى استثمار شعبيه الانديه وعلى ان الانديه بقى لها رعاه وان الانديه تطرح شعاراتها والتذكار بتاعها الجمهورة وفانيلة نجومها الجمهورة، مهم جدا ان يبقى في قاعده بيانات. قاعده البيانات المهمه، انا كنادي لازم انا ابقى عارف هو حجم شعبيتي في السوق قد ايه، والمنطقه الخصبه شديده الخصوبه بتاعتي فين. ده لا، الاهم من ان انت كنادي شركات التسويق
اللي هي بتقيم الأندية وبتجيب لها الرعاية هي المعنية أكتر منك. أنت قول على نفسك ده ما أنت عايز وتطرح منتجاتها. ليه بتجيلك أنت؟ لأن النتائج بتقول أن أنت لازم أنت اللي كل شركة تسويق أو كل شركة حتى أو كل وكالة إعلانية أقدمت على أن هي تتعاقد مع النادي الأهلي أو تعمل مع النادي الأهلي عارفة حجم السوق وعندها دراسات، بس الناس بتكابر وبتقاوح مش مشكلة، لكن دايما وأبدا ما بتجيش فرصة لقياس رأي عام علمي دقيق إلا لما الناس بتتأكد من الحقيقة الثابتة والواضحة اللي لا تقبل أي مجادلة. مركز بصيرة لقياس الرأي العام في مصر واحد من المراكز الجادة اللي مش من دلوقت، من 4-5 سنين حب يقيس حجم شعبية الأهلي والزمالك. ده بمناسبة ماركة، إيه حجم شعبية الأهلي والزمالك في مصر؟ فمركز بصيرة أجرى هذا الاستطلاع، قال إنه توجهات واهتمامات الشعب المصري في كرة القدم كبيرة، والاستطلاع بيأكد إن نسبة 59% من سكان المحافظات الحضرية يشجعون النادي الأهلي. 59% من المحافظات الحضرية، العاصمة والمحافظات الكبيرة القريبة منها غير المحافظات البعيدة، في مقابل 28% بيشجعوا الزمالك. تختلف النسب بصورة واضحة في الوجه البحري، ترتفع نسبة من يشجعون النادي الأهلي بحري إلى 79%. طبعا النتيجة العامة 71% 72% من المصريين أهلوية و21 بيشجعوا الزمالك. ده مركز بصيرة لقياس الرأي العام، والباقي موزع بين الأندية. النسبة بتزيد بقى في الوجه البحري، الأهلوية أكتر، فبتصل إلى 79% مقابل 15% للزمالك. 79% من وجه بحري أهلوية و15% بيشجعوا الزمالك. في الوجه القبلي نسبة مشجع النادي الأهلي 75% مقابل 21% بيشجعوا الزمالك. المركز بصيرة كان قال انه العينة ديت او الدراسة اجريت في مقابلاتها من 14 لـ 18 يوليو 2014، يعني من 5 سنين. قال ان تباين اختلاف تشجيع النادي الاهلي حسب فئات الاعمار. النتائج اظهرت ان الناس الكبيرة جمهور الزمالك اغلبيته كبار السن، وده يمكن متأثر بالنتائج الاخيرة، لان انت بتتكلم على انه الزمالك ما رفعش كاس في افريقيا من 2002، من ساعة لما بدأ يتكلم على مين نادي القرن. في مقابل الأهلي حقق كثير من الإنجازات ورفع العديد من الكؤوس في هذه المرحلة، فبدأت نسب الدراسة بتقول نسب جمهور الزمالك في الفئة العمرية الأكبر سنا هم الأكثر تشجيعا لنادي الزمالك مقارنة بالفئات الأخرى. تبلغ نسبة مشجعي نادي الزمالك بين المصريين اللي بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر 30%، يعني 30% من حجم شعبية الزمالك هم في الفئة العمرية اللي من 50 سنة فما أكبر، مقابل 60% بيشجعوا الأهلي في هي هتجدها ماشية واحد لاثنين. بينما تنخفض نسبة مشجع الزمالك إلى 16% بين الشباب في العمر من 18 لـ 29 سنة. المرحلة ديت أو الشريحة العمرية ديت اللي هي من 18 لـ 29 نسبة الأهلوية فيها 78%. قلت لكم الفترة اللي تمت فيها هذه المقابلات لمركز بصيرة من 14 لـ 18 يوليو 2014، وقالوا مسؤولوا المركز ان نسبة الاستجابة حوالي 53%، والمركز حسب القياس العلمي بيقول انه هامش الخطأ في النتائج 3%، يعني تحتمل المسألة 3% فوق او تحت للطرفين. كما تم إجراء استطلاع لتشجيع الأندية المصرية باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية كان حجمها 2033، دي حاجة تانية، 2033 مواطن في الفئة العمرية من 18 سنة فأكثر، غطت كل محافظات الجمهورية. تمت كل المقابلات زي ما قلت لكم في الاستفتاء الثاني، ده كان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2014، كانت نسبة الاستجابة حوالي 50%، وكان هامش الخطأ أيضا 3%. الكلام ده أهميته أهميته مع ماركة، هي ماركة عايزة تعمل حاجة غير إن هي حاجة في الفانتازيا الصحفية، لا، هي كمان مسائل في التسويق مهمة جدا، إن صحيفة خارجية تقدم بيانات وأرقام حقيقية. صحيح إن هي بتشغل العالم كله، العشرين دولة كله ارتبط بالتصويت عبر موقع ماركة الأسبانية، لكن
بيقدم لكل هذه الدول معلومات وبيانات علمية عن حجم الشعبية. إنما الدراسة اللي أجرتها أو أجراها مركز بصيرة أعتقد يحتاج المزيد من المتابعة. هذا أمر في النهاية له أهميته الكبرى في القيمة التسويقية للكيانات. هو ده لماذا يحصل الأهلي على أكبر عائد تلفزيوني، لماذا يحصل الأهلي على أعلى عائد رعاية، عشان إن هو أكبر حجم من الجماهير. فدي مسائل بقى بتخلص كثير من الجدل وكثير من اللجج. طيب احنا بنجيب فيديوهات للناس كلها، ما بنجيبلكش انت. انا انت هتجيب لي اذا كنت انا قاعد قدامك. طب بس انت امبارح كنت ضيف مع سيف زاهر، واتسالت اكتر من سؤال. ايه اللي انت تحب تضيفه؟ لا لا انا ما يعني هو انا كنت يعني عايز اجاوب على سؤالته. قلت له ما تتحفظش معايا، يعني كل اللي يجيلك على بالك اساله وانا تحت امرك ومش حوارب، يعني هكلمك بشكل صريح. مش حوارب يا شوارب. طيب اذا كانت حلقه مهمه الحقيقه، والناس استفادت منها وجاوبت على اسئله كتيره. لكن السؤال اللي ما تسالكش، هي الصفقات خلصت لغايه كده ولا لسه فيه؟ لا هو السؤال ده اتجاوب من غير سؤال. يعني اتلمس عليه ان احنا حققنا خلاص احتياجات الجهاز الفني، ولكن لن نتوقف ولم نتوقف عن ان احنا نبحث على عمليه الاضافه والتطوير. لازم، وتعمل حسابك ان في كل الاحوال قد تفتقد نجم انت متصور انه هيفضل معاك مده طويله، فلازم تبقى جاهز بالبديل على الاقل اللي زيه. فاحنا شغالين وشغالين في هذا الاتجاه يعني ان شاء الله. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم في قضيه اكثر اهميه. النادي الاهلي يسلك الطرق القانونيه عبر او الى القنوات الشرعيه ومدافعا عن الكثير من حقوقه. لكن قبل ما نطلع للفاصل، احنا كنا تحدثنا في البدايه عن الصديق العزيز الدكتور محمد العدل. ايوه النهارده يعني الحمد لله ربنا نجاه من حادث سير ونجا بسلامه الله. انت قلت لي العدل حقق التعادل مش كده؟ العدل 3 زملكاويه 3 اهلاويه. 3 3 3 3 يعني هو يشوط ضربات جزاء؟ لا هو هيكسب لانه البيج بوس مع هو مع سطير. هنكلم الدكتور محمد العدل طبعا عشان نطمئن عليه ونطمئن حضراتكم عليه. دكتور محمد العدل مساء الخير يا دكتور محمد. في مشكله ولا ايه؟ لا طيب دكتور محمد العدل مساء الخير. مساء الفل. الف ازيك يا استاذ ابراهيم؟ ازيك كابتن عدلي؟ يعني الف الف سلامه عليك. ألف ألف سلامة على هذه المداخلة. ألف ألف سلامة. بشكر ناس كتير إن جت للحق. طمنا إيه اللي حصل؟ لا يعني. إيه اللي حصل يا دكتور؟ بغض النظر عن اللي حصل، هي العربية اتقلبت، لكن أنا يعني العربية اتقلبت كذا مرة. لا وللحظة ما تخيلت إن أنا دي النهاية يعني. لا إله. لكن فوجئت إن أنا الحمد لله كويس، وطلعت ما فيش أي حاجة خالص. سوى يعني غرزتين في ايدي وبعض الكدمات، لكن الحمد لله. كنت رابط الحزام يا دكتور؟ ان جيت للحق يعني مش عايز اقول كلام يخلي الناس ما تربطش الحزام. ربط الحزام مفيد جدا في حاله لما تتخبط من قدام امواره، لكن لما العربيه تتقلب في السقف هيزنقك بين السقف وبين الكرسي لو انت مربوط الحزام. انا كنت شابط الحزام وده طيرني بره الكرسي. لكن هو بغض النظر عن كم كده انت هتاخد مخالفه. ما هو خلاص انا اعتبرني، ما انا مش عايز اقول، ما انا بقول لك عشان كده مش عايز اقول. هو بعد كده في مخالفه. لكن يعني هو الحادث كان فيه ميزه واحده، كم هذا الحب من الناس ده مؤخرا، لكن اللي اهم منه هذا الشعب المصري العظيم اللي الناس جريت وقفت صحيح.
واتلفت حواليا وابتدوا ينقلوا في حاجاتي وابتدوا يعني العربية كان فيها كم أشياء فوجئت بيها في شنطة مش بتاعتي الناس حطينا معايا وواحد وقف عشان ينقلني ثم جاء رائد اسمه الرائد أحمد بدوي ومعه اثنين أمناء شرطة وقلت له أنا مش هقدر أقعد جنب العربية وعايز ونش اتصل بحد يجيب ونش وقال لي احنا جنب العربية لغاية لما نحملها اطلع انت على المستشفى وفعلا الراجل يعني انا مش عارف اشكره ازاي واشكر الناس اللي اتلمت ازاي ده كان ولا حاجة فقدت منك ولا حاجة ولا الشاية بسم الله ما شاء الله بجد يعني الله على المصريين الله يعني انا بقول لك انا مش عارف اقول ايه لكل الناس كان شيء رائع وعظيم من الناس جميعا وفي واحد مستشار وقف خدني معاه ووصلني لمطرح ما كنت موجود وشل الشنط ونزلها لي يعني وبعد كده روحت المستشفى الحمد لله عملت تشيك كامل بشكر طبعا كمان الناس اللي في مستشفى الجونة لانهم عملوا معايا يعني اكتر من الواجب فشكل للناس جميعا ثم بعد كده الناس بقى يعني انا ما احبش اقول الكلام ده على الفيسبوك ان جيت الحق وما قلتوش وقعدت 3 ايام لكن احد الاصدقاء كتبه فاضطريت اكتب عشان اقول ما احنا عشان لما حسينا بالاهتمام ده كان لازم نسال عنك يا دكتور ونطمن الناس عليك انما يا دكتور يعني 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 انت كراجل اهلاوي مش عايزين نفقد حد اهلاوي او حتى نخسره الوقت حتى هو مصاب فالحمد لله انك خرجت منها معافى هو انت في العيله كم اهلاوي وكم زملكاوي بص هو الخلاف في الود خلاف في الراي لا يفسد للود قضيه لكن احنا حاليا يعني يعتبر نص ونص يعني سمى الله يرحمه كان هو اللي عمل نص ونص لكن احنا دلوقتي بقينا 2 و3 لكن 3 اهلاويه بالمناسبه لكن يعني بنعتبر ان الموضوع احنا بعد الماتش كلنا مع عيله مع بعضيها وخلاص طبعا طبعا عشان ما نزعلهمش يعني طبعا سلامتك يا دكتور الف سلامه ويعني المهم تكون جاهز لمباراه بكره بس يا دكتور احنا باذن الله بص يعني الباشمهندس عدلي قال جمله انا فعلا خدها من على الثاني احنا بقينا نتفرج على الاهلي الفضول عندنا عايزين نشوف الجديد ايه صحيح اللي حصل يعني بقى الفضول يدفعنا ان طبعا احنا بنشجع الاهلي وبنحيي الاهلي وبقى الاهلي في كل الاحوال لكن الفضول بقى الايام دي بيفكرنا بتكوينات 2004 و2005 بدايات الجيل العظيم اللي كان موجود صحيح فأنا بعتقد ان احنا بادين نعيد هذه الكرة وبإذن الله الجمهور يسعد بكرة وفي كل الأحوال احنا مع الأهلي يعني احنا بنسعد بالأهلي في كل الأحوال طيب قبل الهوا كنت بتكلم انا والمهندس عدلي الحقيقة على جمهور الأهلي ايه اللي مطلوب منه دلوقتي وانت واحد من الأصحاب الشعبية الكبيرة سواء على تويتر او على الفيسبوك القيادات اللي من القيادات المؤثرة في السوشيال ميديا ايه اللي مطلوب من جمهور الاهلي دلوقتي الموسم الماركاتو يعتبر انجز بنسبه كبيره جدا حقق كل احتياجات الجهاز الفني زي ما المهندس عدلي قال ايه اللي مطلوب من الجمهور دلوقتي الجمهور قلق في فتره الصوت معلش الصوت واطي يا استاذ ابراهيم يا استاذ ابراهيم الصوت واطي قوي انا مش سامع انت واطي قوي انا طيب كده انت حضرتك سامعني كده بس يعني الصوت يعلى سنه قول لي السؤال بالظبط بقول لحضرتك انت واحد من المؤثرين على السوشيال ميديا مع الجماهير ومتفاعل معاهم وعارف نبضهم كويس ايه اللي مطلوب من الجمهور دلوقتي بعد ما الاهلي انجز خطة التدعيم الكبيرة ديت ايه اللي مطلوب من الجمهور في الفترة اللي جاية بص يا استاذ ابراهيم انا شايف ان مطلوب من الجمهور الفترة دي واللي فاتت واللي جاية الوقوف خلف النادي الاهلي تحت اي بند وتحت اي صوره تقول لي بطبل اي هطبل زي ما كنتش اطبل الاهلي اطبل لمين الله عليك يعني الكلام بقى بتاع الكلام العبيط اللي بيتقال اللي هو بتطبل للاهلي بتطبل للاداره ما انا لازم من الابتزاز يا دكتور ده نوع من الابتزاز اللي يخليك عشان تكش يعني لكن طبعا طبعا الأهلي طبعا بص نحن يا باشمهندس عدلي حضرتك قلتها قبل كده حضرتك قلتها قبل كده القناة مخترقة والسوشيال ميديا مخترقة
وبالتالي علينا ان يكون الاهلاويه واعيين وصحيين وفاهمين كويس قوي ان في جيم بيتلعب عشان الشباب الصغير يمشي وراه. للاسف هذا الشباب الجميل جدا والمحب جدا، انا قلت لهم احنا حضرنا الاهلي وهو بتهزم من الترسانه في 5 ايام 4-0 و5-1. الانكسارات تؤدي الى انتصارات في النادي الاهلي، ما تؤديش لانكسارات اخرى. وبالتالي لازم كمان انا بتمنى على قناه الاهلي وبتمنى عليكم انكم تقولوا للولاد كمان الانكسارات، لان الانكسارات دي جزء من تاريخنا. صحيح. مش هننكرها ومش هنقول للناس لا احنا كنا في ايام انكسرنا واضفنا لنفسنا وانتصرنا. وبالتالي ده مهم جدا لهذا الجيل، لان اغلب الجيل اللي عنده 25 سنه و26 سنه ابتدى يشجع كوره مع الجيل العظيم اللي بدأ في 2005. ما شافش الأهلي بيخسر مباراة، ما شافوش غير ده، ما شافوش غير نادي بينتصر على طول الخط بس. وبالتالي لازم نقول لهم ان ده موجود وده موجود، لكن اللي بقوله أنا ورا الأهلي أنا وكل الجماهير لغاية آخر مدى والآخر وقت احنا مع الأهلي، لأننا عارفين ان ده ولاد هياكلوا النجيله واداره بتاكل النجيله واعلام ياكل، كل ده موجود. اتمنى ان الناس كلها تبقى ماشيه ورا النادي الاهلي بهذا الشكل يا رب يا دكتور، لان دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. حتى احنا كنا عايزين يعني نفرد في هذا الكلام ناس كتير. صديقنا المشترك الاستاذ احمد الشيخ كان بيطالبني يقول يعني لازم يبقى فيه رسائل في الوقت ده علشان ازاي نقف مع النادي الاهلي وازاي ما نتعجلش في عمليه التقييم والمقارنه المستمره اللي ساعات بتبقى مش لصالح الفرقه، فيها تعجل وفيها نوع من عدم الصبر على الاصلاح. فاتمنى ان احنا كلنا نرى ان النادي الاهلي، لا النادي الاهلي اذا اتكعبل يبقى بيتكعبل عشان ينطلق، عشان ينطلق انطلاقه مرعبه يعني باذن الله. شكرا جزيلا للدكتور محمد العدل المنتج الفني الكبير، عضو النادي الاهلي وعضو لجنه امناء البرامج في القناه، وبنقول له الف سلام عليك من هذا الحادث، ويا رب دايما وابدا يحفظك. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل قضيه مهمه، قضيه احتاج فيها النادي الاهلي لمخاطبه كل الجهات المسؤوله في البلاد، رافع عن الكثير من شكاويه عن ما يحدث في الساحه الرياضيه حفاظا على قيمه وحقوق الاهلي. كلام مهم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم جديد. فاض الكيل، فاض الكيل فعلا، وأعتقد نتيجة ما وصلت إليه الأمور إلى هذا الحد كان من الطبيعي جدا اتساقا مع نظام النادي الأهلي وطبيعة عمل النادي الأهلي، وأيضا من منطلق تقاليد النادي ومسؤوليته، مسؤوليته المجتمعية هي الأساس، مراعاته للظروف العامة، لطبيعة علاقاته التاريخية مع الأندية المنافسة الشقيقة وعلى رأسها نادي الزمالك الكبير، وحفاظا على حقوق جماهير النادي الأهلي ومشاعرها. يعمل إيه النادي الأهلي؟ ما أعتقدش في حد ما تابعش حجم التجاوزات اللي حدثت بحق مجلس إدارة النادي ورموزه وأعضائه ورئيسه، وبحق النادي الأهلي وحقوقه، وبالضغط على جماهيره والإساءة بكل اللي انتوا تابعتوه عبر الفترة الطويلة اللي فاتت. حصل سكوت، حصل نوع من مراعاة الظرف العام، حصل نوع من الترفع، إلى أن فاض الكيل. لما فاض الكيل كان لابد أنه النادي اتساقا من مواقفه ومن تقاليده ومن مسؤولياته المجتمعية الأساسية أنه يلجأ للقنوات المشروعة. أستاذ إبراهيم ممكن نتوقف اللحظة؟ اتفضل. عندما ترتكب في حقك إساءة تقابلها بإساءة، يتقابلها بعنف، يتقابلها بتجاهل، تتكرر الإساءة ويحصل تمادي، يبتدي الناس اللي عارفاك وعايشة معاك تقول لك ده مش حقك لوحدك. ايوه ده حقنا كلنا بالظبط. وده كان بيجي لي احيانا من اسرتي لما كان يحصل تجاوزات
في حقك؟ زي ما هيحصل انا هرفع قضيه قريب ضد حد يعني مش هذكر اسمه لكن لازم يدفع الثمن. فانا اقابل هذا بايه؟ الناس الحضريه اللي فاهمه وعندها مسؤوليه بتلجا للقانون. ده احسن شكل وارقى شكل من اشكال التصدي للبذاءات او التجاوزات او الافتراءات اللي مع الصمت عليها والالحاح قد تتحول الى حقائق بعد فتره لدى البعض. فتكتشف ان النادي الاهلي عندما يفعل هذا الناس تقول لك الله هو ازاي النادي الاهلي بس ايه؟ احنا يعني ليه بنرفع قضايا وليه بنعمل؟ لان ده الشكل الحضاري. الشكل الغير حضاري ان اشوف حد شتام لعان وصدره ويتحمل هو المسؤوليه بل يعني يشيل عنك انت الناحيه القانونيه. وده مادام هي بالوكاله لا ما ينفعش. انت خلاص اذا كان لينا حق وشايفين ان الكلام ده فيه تجاوز ولازم يترد عليه قانونا يبقى لازم انا الاوان زي ما انت قلت فاضل الكيف ان احنا ناخد حقنا بالقانون. دي تزعل في ايه؟ ولا تزعل في حاجه. وانا اتمنى حتى على الاعلام يبص لها من هذا المنظار او من هذا من هذه الزاويه. يعني عايزين نتخانق احسن. ايه يعني بسال سؤال، شفتوا وسمعتوا التجاوزات الفاجه دي ولا لا؟ طب انتوا سمعتوها وشفتوها، طب ردكم ايه؟ وملاش مناسبه. وكتير من الزملاء حراس القيم وحراس الاخلاق في الاوساط الرياضيه كلها ما حدش رد. احنا بنلوم لاعب لما يتجاوز، بنلوم لاعب لما يخرج عن الحدود في الملعب. ده كان محور سؤال امبارح الاستاذ سيف ساهر وهو بيقول لي وانا بقول له لا الاعلام الزملكاوي اكتسح وتغول. قال لي ازاي والاعلام الاهلاوي؟ قلت له فينه؟ قال لي يعني ايه فينه؟ يعني انت بتصنفني؟ قلت له لا انت اعلام ذكي لكن انا ما اقدرش اقول عليك اعلام اهلاوي او احمر. انت ما بتاخدش قضايا الاهلي عشان تتصدى لها، لكن انت بتنظر الى التوازن وهو ده فلسفتك اللي انت شاطر فيها وليك كاريزمتك. وقلت له كده، قال لي يعني ايه؟ قلت له هقول لك المثل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. كل ما يدور على الساحه الرياضيه اين الاعلام من مناقشه هذه الاساءات بشكل موضوعي، بشكل يرفض الاساءات، بشكل يحلل اسبابها، ها؟ مفيش حد بيعمل كده. يعني هي دي المسؤوليه الكبيره على الاعلام في حراسه قيم المجتمع. لوموا الاهلي، لوموا الاهلي وتصدوا له ووقفوا له لو خرج عن هذا الاطار في حدود الاداب العامه والتقاليد المجتمعيه. هو ده الدور الحقيقي للاعلام. انت بتراعي قيم المجتمع، انتوا حراس هذه القيم، فبالتالي لو حصل الخروج من النادي الاهلي لابد ان يلام ولابد ان يتم التصدي ليه، لانه قيم المجتمع مش ملكه لوحده. طب ولما يخرج طرف اخر ازاي يكون السكوت عليه؟ ايه الانطباع اللي احنا بنصدره للناس؟ ايه الضعف اللي احنا عليه؟ وهو طرف يخوض معركه غير متكافئه لانه يتمتع بحمايات مش موجوده لكل باقي الاطراف. فالطرف اللي ساكت ومترفع وبيستقبل التجاوزات والاساءات لدى البعض قد يبدو متنازل عن حقوقه او ضعيف. طب الاعلام في مجمله ساكت ليه؟ ده السؤال اللي انا مش لاقي له اجابه. بقول لكم لو الاهلي اخطا لابد ان يتم التصدي ليه. تعرف يا استاذ ابراهيم، لكنه لما يتم التجاوز حتى لما بكل هذا الحجم وهذا التمادي حتى لما يتم التصدي يتم من خلال ايجاد حاله من التوازن. يبتدي يقول لك ما يصحش القطبين يعملوا كده. انا ما بعملش حاجه. في حد بيشتمني وانا بتلقى الاتهامات واتلقى هذه جمله النفاق الرياضي العام. يعني عايز تشيد بالاهلي يقول لك الاهلي عمل موسم افريقي كويس. والزمالك يا عم الزمالك مش موجود في ده.
الاهلي بيتعرض لاصابات شديده وعنده مشاكل، والزمالك، الزمالك ما عندوش اصابات. لما تذكر حاجه ايجابيه للاهلي، واحده من خصائص الاهلي خلاص دي بتاعت الاهلي، حاجه من خصائص الزمالك دي بتاعت الزمالك لوحده ايجابيا او سلبيا، لكنه ربط الاثنين ببعض عشان تبدو متوازنة. ان انت متوازن بتظلم الاثنين دايما دايما دايما، لازم بتظلم الاثنين وتظلم الموضوعيه. عشان كده وانا بقول لكم على اهتمام مجلس اداره النادي الاهلي واحترامه لرسالته ودوره المجتمعي، ما اعتقدش ان هو يسلك مسلك الطرق القانونيه والشرعيه فيها اي خروج عن اي حاجه. ليه هذا الغضب الشديد والاهلي بيمارس حقه القانوني الطبيعي، حقه المجتمعي انه مش هيرد، مش هيكدر السلم العام، مش هيسيء لعلاقات الجماهير ببعضيها، مش هيؤدي الى توتير الشارع، مش هيؤدي الى اي اساءات متبادله، لكنه بيسلك الطرق القانونيه والشرعيه بكل قوه حفاظا على حقه. اذا كان ليه حق مطلوبه ليه ما طلبوش؟ فعمل ايه الاهلي امبارح او اول امبارح؟ تقدم بست مذكرات مهمه، ست مذكرات قد يبدو الرقم كبير لكن اعتقد حجم الاساءات يحتاج الى 6000 مذكره. حجم الاساءات اللي حصلت، انتوا بتتكلموا في خوض في الاعراض، اساءه للناس، اتهام بخيانه وطنيه، اتهام بحصول على اموال من دوله معاديه حاضنه للارهاب، غسيل اموال، جرائم يعني، وصف جماهير بالفاظ يعف اللسان عن ترديدها، كلها ديت اساءات حصلت. فمع تراكم كل هذا الاخطاء كان لابد من وقفه، لانه فاض الكيل. فكان انه النادي يسلك المسلك الطبيعي ومجلس الاداره مع الشؤون القانونيه يخاطب 6 جهات مسؤوله في البلاد حفاظا على هذا الحق، والحق ما يزعلش. كانت المذكره الاولى المهمه الى دوله رئيس الوزراء. تقدم النادي الاهلي بمذكره الى الدكتور مصطفى مدبولي لرئيس مجلس الوزراء يشكو فيها تجاوزات رئيس نادي الزمالك المتكرره عبر وسائل الاعلام في حق النادي وقياداته وجماهيره. وجاء في المذكرة أن النادي الأهلي فاض به الكيل من خروج رئيس الزمالك عن الآداب العامة والسلوك الرياضي وخوضه في الأعراض وتشويه سمعة العائلات وتوجيه اتهامات كاذبة للأهلي وقياداته على عكس الحقيقة، والتي يستند فيها الأهلي لمستنداته والتي طالب الجهات الرقابية في الدولة بالاطلاع عليها في أي وقت. وجاء أيضا في شكوى الأهلي لرئيس الوزراء أن رئيس الزمالك يكيل السباب والشتائم في مناسبات مختلفة دون حسيب أو رقيب، ويحتمي بالحصانة البرلمانية التي تحول دون إخضاعه لجهات التحقيق وفقا للقانون، وأن النادي الأهلي قرر رفع الأمر لكافة الجهات المسؤولة في الدولة لأن اتهامات رئيس الزمالك الكاذبة تمس كيان الأهلي وتستفز جماهيره بل وتشعل الفتن في الوسط الرياضي، خاصة وأن الأهلي ترفع كثيرا في السابق عن تجاوزات رئيس الزمالك لكنه مؤخرا تخطى كل الحدود وخلق حالة من الاحتقان في الوقت الذي يأمل فيه النادي الأهلي ومسؤولوه توحيد كافة الجماهير المصرية والبلاد تستعد لاستضافة أكبر حدث رياضي في أفريقيا والمتمثل في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل. وحذر النادي الأهلي من الخطر القادم على الرياضة المصرية بشكل عام والمنتخبات الوطنية بشكل خاص جراء استمرار رئيس الزمالك على نهجه المتجاوز في حق الآخرين وتوجيه اتهامات كاذبة بدون سند أو دليل. وبيقول النادي في مذكرته إلى رئيس الوزراء أنه بيناشد رئيس الوزراء التدخل لتنفيذ القانون ومثور رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق وإيقاف خروجه الدائم عن السلوك العام الذي يتنافى مع كل قيم وأخلاقيات المجتمع المصري. وكان محمد عثمان نقيب محامي القاهرة السابق والمستشار القانوني للنادي الأهلي قد تقدم بصفته وكيلا عن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب رئيس الزمالك ولم يتم البت فيه حتى الآن بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها والتي تحول دون خضوعه أمام جهات التحقيق لتنفيذ القانون. يعني النادي بيقول لرئيس الوزراء سكتنا كتير، قدمنا بلاغات، الموضوع كبير. اه يعني هي الناس تقول لك رئيس الوزراء
الرئيس النائب العام الوزير الشباب اتحاد الكورة اللجنة الأولمبية. الموضوع كبير مش صغير، مفيش حتة في العالم شفتها خالص. هتقولي أي حتة في العالم رئيس نادي ما بيتكلمش على النادي بقدر ما بيكيل الاتهامات المتكررة للنادي المنافس وجماهيره؟ هتقولي في أي حتة في العالم؟ لو موجودة هروح نشوف الحتة اللي في العالم دي بتعمل بيعالجوها ازاي. لكن مفيش، مش هتلاقي هذا النموذج. فلما انت تبتدي تدافع عن نفسك بشكل حضاري، لا ده انت يجب ان تحيى انك انت ما بتروحش بقى تاخد حقك بدراعك. ما ينفعش، الكبار ما بياخدوش حقهم بدراعهم. طالما ان في وسائل القانون بيتيحها لك، فليكن توجهك واحترامك لمجتمعك والبلدك وحرصك على المناخ العام انك تلجا للقانون. طيب خلاصه الرساله المهمه او المذكره المهمه اللي ارسلت الى دوله رئيس الوزراء، النادي بيشرح له اللي حصل، حصل تجاوز كتير، تراكمت المساله، لكن فضل كيل. لجانا قبل كده في بلاغات للنيابه العامه، لكن رئيس نادي الزمالك متمتعا بحصاناته البرلمانيه لم يمثل للتحقيق بسبب الحصانة البرلمانية المتستر فيها. فبالتالي المجلس، مجلس إدارة بيقول لدولة رئيس الوزراء أدي الوضع قدام سعادتك. حتى دي بتحطك أمام موقف شديد التعقيد والحيرة. هو أنا أعرف أخد حقي إزاي؟ ما فيش تكافؤ. أنا أقدر أكيد لك الاتهامات وأسبك وتجاوز حقك، وأنت ما تقدرش ترد عليا الإساءة. ما تقدرش. أنا عندي حصانة وأنت ما عندكش. طب نعمل إيه؟ إذن نلجأ لرئيس الوزراء، لأن الموضوع إن على مدى عمر المجالس النيابية كان مفهوم الحصانة أنه يحصن النائب من الآراء السياسية داخل قبة البرلمان حتى لا ينكل به من أصحاب أو متعصب السلطة. أنت عارف؟ اتفضل اتفضل. ده دي إنما أنت تنزل الشارع تتخانق مع جارك، تدي له قلمين وترمي ميه مش نظيفة عليه، وإذا فتح بقه تروح تعمل له محضر، هو ما يقدرش يعمل لك محضر. ما يقدرش يعمل لك محضر. ليس هذا هو العدل. لا طبعا ليس هو ولا يعني الهدف من الحصانة. لأنه الحقيقة أنا بحيي شباب السوشيال ميديا، لأنه حتى إذا كان فيهم بعض الناس بتلاحظ على أنه في اندفاع كتير بينهم، لكن ما أن أثيرت هذه القضية، قضية الحصانة واستخدامها وموطن استخدامها، حتى لجأ الكثيرون، يمكن شفت فيديوهات كتيرة لمواقف سابقة لأعضاء في البرلمان ولرئيس البرلمان رجل القانون الكبير الدكتور فتحي السرور، ومن قبله أيضا الدكتور رفعت المحجوب عليه رحمة الله، وهو بيحدد نطاق الحصانة. الكل يتحدث بكل القوة والوضوح للسادة النواب، لا حصانتكم هنا، الحصانة داخل البرلمان علشان تحمي عضو البرلمان الرقيب على السلطة التنفيذية والحكومة من بطش السلطة التنفيذية، عشان وانت عضو في البرلمان بتحاسب وزير او بتراقب مسؤول تبقى مؤمن، ما ترتعش وما تخافش. انت مؤمن، انت محصن في اداء دورك الرقابي داخل قاعة البرلمان. لكن حتى هؤلاء الاساتذة الكبار في القانون وفي قيادة مجلس الشعب لسنوات طويلة كان دايما بيأكدوا على هذه الحقيقة، وموجودة بالمناسبة فيديوهاتها على المواقع المختلفة، انه بيذكروا النواب انت بره المجلس ما تتمتعش بهذه الحصانة، انت بتتمتع بها هنا. اي خروج ليك عن الاداب والاخلاق العامة او اي تجاوز عن القانون بره البرلمان، البرلمان لا يحميك، الشعب ما انتخبكش عشان تستخدم هذه السلطة ضد الناس، لا خالص، تستخدمها ضد أو ضد السلطة التنفيذية في مراقبة أدائك على الحكومة بكل الوضوح والحماية. براها لا، براها يبقى احنا فاهمين الدنيا غلط خالص. دي النقطة الكبيرة جدا المثارة دلوقت، واللي السادة النواب عليهم ان هم يعوها جيدا. الشعب منحكم هذا الاختيار نيابة عنه في الأداء الرقابي، مش علشان تغلط في حقي وانا ما اعرفش اخد حقي، افضل مغلول ومكتوف الايدي بسبب مفهوم خاطئ عن الحصانه. الشباب مهتم جدا بمناقشه هذه الجزئيه،
اللي النادي أوردها في مذكرته لدولة رئيس الوزراء. كمان بمناسبة برضو أنه سيد رئيس نادي الزمالك عضو في مجلس النواب، كان لابد، ودي الطرق القانونية المشروعة، وأي حد في الإعلام يقول لنا طب إيه الطرق اللي سلكوا الأهلي في هذه الشكاوي، إيه الانحراف اللي في هذا المسار؟ رحت لرئيس الوزراء لأنه على رأس السلطة التنفيذية في البلاد، رحت للسيد رئيس مجلس النواب لأنه المسار رفع الحصانة عن السيد رئيس نادي الزمالك متمتعا بحصانته البرلمانية، فلجأ الأهلي في مذكرة إلى السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. تقدم النادي الأهلي بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس نادي الزمالك ليخضع أمام جهات التحقيق بعد التجاوزات الفجة في حق النادي الأهلي وقياداته وجماهيره في وسائل الإعلام. وجاء في المذكرة أن الأهلي سبق وأن تقدم ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام بشأن تجاوزات سابقة لرئيس الزمالك لم يتم البت فيها بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها، لكن هذه المرة الموقف بات يستوجب إجراءات حاسمة بحق رئيس الزمالك بعد اتهاماته الكاذبة التي تمس كيان النادي الأهلي وتشعل غضب جماهيره، خاصة وأن النادي أعلن من خلال أمين الصندوق أن كل مستندات الأهلي المالية والإدارية جاهزة للاطلاع عليها من كافة الجهات الرقابية في الدولة، والتي تؤكد على أن الإدارة تعمل بمنتهى الشفافية لمصلحة النادي والبلاد. وجاء في مذكرة النادي الأهلي لرئيس مجلس النواب أن تجاوزات رئيس الزمالك خلقت حالة من الاحتقان في الشارع الرياضي، وأن النادي ترفع كثيرا في السابق عن تطاوله، لكن الأمر هذه المرة تخطى كل قواعد الأداب العامة، لسيما وأن الأهلي وجماهيره يفخران بالنشأة الوطنية للنادي في الوقت الذي يعمل فيه رئيس الزمالك على تشويه كل شيء دون سند أو دليل. وطلب النادي الأهلي رئيس مجلس النواب بأن يخضع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق بالقانون حرصاً على استقرار الأوضاع في الوسط الرياضي، ومصر تجهز الآن بكل مؤسساتها لاستضافة أكبر حدث رياضي تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل. وكان محمد عثمان نقيب محامي القاهرة السابق والمستشار القانوني للنادي قد تقدم بصفته وكيلا عن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب في وقت سابق أيضا ببلاغ للنائب العام. دي مذكرة النادي إلى الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بيضع أمامه الموقف كاملا ويضعه أمام مسؤولياته العامة. أنت بصدد نادي له حجم هذه الشعبية الكبيرة تعرض إلى كل هذه الإساءات، قياداته تم التجريح في أعراضها، عايز ياخد حقه، بس عايز ياخد حقه بالقانون. وبعدين هو أنا لما بقول إنه فلان يمثل للتحقيق، هو أنا بدينه؟ طب مش يجوز الراجل يبرأ نفسه؟ مش يجوز إن أنا غلطان؟ مش أبسط مبدأ طبيعي التحقيق؟ ومش أنا اللي هحقق ولا النادي الأهلي اللي هيحقق، اللي هتحقق النيابة العامة، النائب العام هو اللي بيأمر بالتحقيق. فإذا المطلب فيه عدالة أكتر من كده. أنا ما بقولش هو غلطان ولا أنا كويس، أنا بقول إن أنا أسيء ليا، النادي الأهلي تم التشويه في صورته، تم الإساءة إلى قياداته، تم إلصاق تهم تتعلق بالمال العام والسمعة، تم الخوض في الأعراض. كل هذه الاتهامات أنا بتقدم بها ببلاغ. كل المطلوب اللي أنا بوجه له هذا الاتهام يجب أن يمثل للتحقيق. الخناقة ما حصلتش تحت قبة البرلمان، حصل بين الأندية، حصل في الوسط الرياضي. فبالتالي الأهلي بيقول للأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مكنني من حقي إنه يتم التحقيق، مش كده؟ أه، في أبسط من كده؟ لا، ما هو أنت هتروح لكل حتة تخاطبها وبعد كده يعني أصل التاريخ هيقعد يتوقف أمام المسائل كده. أه، ما هو في حاجة لا تسقط بالتقادم، محاكمات التاريخ لبعض التصرفات، وساعتها الحقائق هتبرز على السطح يعني. المذكرة الثالثة كانت للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو على رأس السلطة الرياضية في الدولة، وبالتالي المعني بكل هذه الحالات وراصد وشايف ومتابع وعارف، فبيبعت له النادي مذكرة
بيطالب فيها محاسبة رئيس نادي الزمالك بالقانون. يعني ما اعتقدش ان في عدالة اكتر من ان اطلب بالقانون في ظل التجاوزات التي يرتكبها في حق النادي الاهلي وقيادته وجماهيره في وسائل الاعلام المختلفة مرات عديدة دون ان يحاسبه احد. ما حصلش محاسبة حتى اعلامية. انا يعني بتكلم في الجزء اللي يهمني. ما قريتش عمود رأي لحد من الزملاء الكبار إلا غلط إلا عدد من خلال مجموعة بينها وبينه مواقف هم نفسهم اتأذوا فيها ونالهم ما ناله، فبيحاولوا ياخدوا حقهم بطريقتهم يعني في الظرف، لكن ان هم يناقشوها في نطاق القضية العامة الكل يتجاهل هذه القضية، يتجاهلها تماما ولا كأن، واذا اتكلم هياخدوها في سكة الاهلي والزمالك ووهدوا بقى والاهلي والزمالك يعملوا بقى والاهلي والزمالك. ما انا قلت في البدايه لو الاهلي اللي بيغلط حاسبه واجهه، لكنه انت بتسكت علشان هذا التوازن، فيكون النتيجه ان الجماهير تتكدر بهذا الشكل. الاهلي بيطالب السيد وزير الشباب والرياضه في مذكرته بيقول له انه رئيس الزمالك دأب على توجيه السباب والشتائم وتوجيه الاتهامات الكاذبه في حق الاهلي ومسؤوليه، وهو الامر الذي يعكر صفو العلاقه بين جماهير الانديه الاهلي والزمالك. دي النقطه المهمه جدا، لانه انا حتى كاتب النهارده في الاهلي يا باشمهندس مطلوب وقفه لصالح كل الجماهير. الوقفه مطلوبه لحمايه علاقه الجماهير كلها ببعضيها، علشان اي جمهور لاي نادي الف او باء يلاقي قيادات ومسؤوليه بيتجاوزوا ويخرجوا على القانون ويسيئوا الطرف الاخر في اليه محاسبه. فنعفي الجماهير من اي تجدير في العلاقات بينها وبين بعضيها. احنا كده مش بنوتر الجماهير، ده انت مطلوب منك وقفه عشان تحمي علاقات الجماهير ببعضيها، لانه في جمهور لما يحس انه متداس له على الطرف قوي ومساء اليه جدا وبيتلقى كل هذه الاتهامات والاساءات والتجاوزات والخطف الاعراض بدون اي حاجه، انت كده بتعمل خلل كبير جدا في العلاقه بين الجماهير مع بعضيها بشكل عام. فده هي الوقفه اللي مطلوبه لكل الجماهير، مش الجمهور ضد جمهور، هي مطلوب وقفه لصالح كل الجماهير. الوقفه تعفي كل الناس من اي اخطاء. ده اللي المطلوب اللي الاهلي بيقوله للدكتور اشرف صبحي، انه السكوت على ده بيعكر صفو العلاقة بين جماهير الأهلي والأندية الشقيقة التي يعمل معها لخدمة الأهداف الرياضية. احنا كلنا في خندق واحد، كله شغال لخدمة الأهداف الرياضية الوطنية العامة، فازاي العلاقة بين الجمهورين هتبقى بهذا الشكل؟ وشدد الأهلي في شكواه على أن رئيس الزمالك تجاوز كل قواعد الأخلاق الرياضية عندما وجه مؤخرا اتهامات كاذبة تمس كيان النادي الأهلي وتشعل الغضب بين جماهيري في وقت يحتاج فيه الجميع للتكاتف حرصا على مسيرة الوطن الذي يواجه تحديات صعبة. وجاء أيضا أن مسؤولي الأهلي تغاضوا كثيرا عن تجاوزات رئيس الزمالك، لأنهم يعملون بمنتهى الشفافية لخدمة ناديهم وبلادهم، وأن مستندات النادي جاهزة للاطلاع عليها من كافة الجهات الرقابية والتي تكذب كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك شكلا ومضمونا. كما أن استمرار تجاوزاته بهذا الشكل المرفوض من كل المجتمع بات خطرا على استقرار الوسط الرياضي، بل وينذر بإشعال الفتنة بين الجماهير التي نحتاج توحدها قبل استضافة كأس الأمم الأفريقية في يونيو القادم. وبيشير الأهلي في خطابه إلى السيد وزير الشباب والرياضة إلى ما تم رفعه من بلاغات للنائب العام. كل سلك في كل اتجاهات عشان ما حدش يقول له يعني أنت ما رحتش لجهه من الجهات، كل الاتجاهات انت رحت لها. وفي جهات هتقدر تاخد قرارات، وفي جهات هتحاول انها توازن الامور. ودعنا ننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل. بنفس المضمون الاهلي قدم شكوى للجنه الاخلاق او القيم والاخلاق في اتحاد الكوره. دي لجنه مهمه جدا بقى. دي اللي بتحاسب عناصر اللعبه. بالظبط. واللائحه وقانون الرياضه الجديد يعطي هذه اللجنة هذا الحق، ولائحة اتحاد الكرة اللي بيدير المسابقة تعطي لجنة القيم والأخلاق الحق أهمية في محاسبة الأطراف. أهمية اللجنة دي إيه؟ إن ما فيهاش إن الموضوع يتحفظ. لأن في إجراءات أخرى تقدر تصعد أمام جهات أخرى. يعني عملية التصعيد في متوالية.
فدي لجنة مهمة جدا. لهذه اللجنة المهمة لجنة القيم والأخلاق في اتحاد الكورة، الأهلي قدم السيديهات، قدم الأسطوانات المدمجة اللي فيها كل التطاول والتجاوز اللي حدث في حق النادي ورموزه وجماهيره طوال الفترة اللي فاتت. وشوفوا لي يا جماعة الوضع ده ازاي، شوفوا لي ايه ده اللي بيحصل. كمان في شكوى بنفس المضمون للجنة الأولمبية، لجنة القيم في اللجنة الأولمبية المصرية، وده إحدى لجان اللجنة الأولمبية المعنية بمراقبة السلوك العام والسلوك الرياضي والقيم الرياضية، اللي وضع النادي الأهلي مذكرته أمامها علشان بيطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية بما يتفق مع الأعراف الدولية ومدونة السلوك والأخلاقيات اللي حدثت في هذا الشأن. نفس الشيء أهميتها إيه بقى؟ أن أيضا هناك إجراءات تقاضي على مراحل، إجراءات تصعيدية مهمة جدا أمام مؤسسات دولية حطرة. يعني هل ده أمر طبيعي ولا لا؟ وكانت المذكرة الخامسة أو السادة والأخيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي إلى المجلس الأعلى للإعلام، بيطالب فيها بحجب الصفحة، حجب الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك بسبب تجاوزاته. وقالت المذكرة أنه النادي طلب من الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجم الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك وقناته على اليوتيوب ومحاسبته بالقانون بعدما استغل الصفحة المشار إليها وقناة اليوتيوب في بث فيديوهات إساءة للنادي الأهلي ومسؤوليه وجماهيره وتوجيه الاتهامات الكاذبة والتشهير بالعائلات والخوض في الأعراض. وأكد الأهلي في شكوى على أن رئيس الزمالك دأب على ارتكاب مثل هذه التصرفات لأنه لم يجد المحاسبة الرادعة في السابق بالقانون، وأن استمراره على نفس النهج سوف ينذر بعواقب غير حميدة، لا سيما وأنه تسبب في حالة من التشاحم بين الجماهير التي يجب أن تكون على قلب رجل واحد، ومصر تستعد لاستضافة حدث كبير ببطولة الأمم الأفريقية. مين يقدر يتحمل كل هذا؟ ومطلوب منه أن يتغاضى. مين اللي يقدر يتحمل هذا؟ محدش. طيب قلت لكم أنه الغريب طبعا الواضح جدا في الموقف القانوني الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي استند لكل الوقائع وأقام عليها الدليل، لكنه الكلام اللي أنا قلت لكم على فين حدود المسؤولية في وسائل الإعلام البرامج والصحف في التصدي لمثل هذه الظواهر، اللي لو كان التصدي لأي ظاهرة منهم لسه في بدايتها فيه حد حس انه فيه حراس على القيم صحيين كان ممكن جدا الامور ما تصلش الى هذا الحد، كان ممكن لغايه نقطه معينه لا ستوب الناس صحي والناس بتقول ما صحش. في ناس ما حد بيقول ما صحش يا ابراهيم، في ناس سعيده بهذه التجاوزات وبتدعمها. الغريب الاقي ناقد رياضي كبير بحجم الاستاذ محمود معروف امبارح في الجمهوريه بيقول الاهلي يشكو رئيس الزمالك لكل الجهات المسؤولة. الأهلي يشكو رئيس الزمالك لكل الجهات المسؤولة، ومن يشكو تجاوزات مجلس إدارة الأهلي الخطيرة؟ عموما الشكوى لغير الله مزلة. الأستاذ محمود معروف هنا بيقول إذا كان الأهلي بيشتكي رئيس مجلس إدارة الزمالك للجهات المسؤولة، طب مين يحاسب مجلس إدارة الأهلي على هذه التجاوزات الخطيرة اللي هي محددها؟ اللي هي إيه؟ ايه التجاوزات الخطيره؟ لو انت بتتكلم على المال العام، لا ده في حكم محكمه. اول حاجه في لجنه من قبل السيد وزير الشباب والرياضه، انت اللي احلت نفسك. وهنا الفرق بقى، انت اللي احلت نفسك وضعتها من الجهات الرقابيه والحيت ان يتحقق معاك، ايوه، لحد ما برئت بالقانون بشكل بات وحاسم وغير قابل للاستئناف. فعايز ايه يعني؟ ايه المطلوب حضرتك يعني؟ جت اللجنه برأت الاهلي، لجنه شكلها الدكتور اشرف صبحي اللي انا قلت لكم المره اللي فاتت هو قيمه رياضيه كبيره، بس الراجل كمان محسوب على الزمالك، مش هيجامل الاهلي. لغايه لحظه توزيره كان مسؤول تنفيذي في نادي الزمالك، فمش هيجامل النادي الاهلي، لكن لما فعل دور اللجنه واللجنه رقابيه فيها جهات رقابيه كبيره جت فتشت على المال العام في النادي الاهلي، كتبت خطاب برأت فيه النادي الاهلي بشكل كامل. يا ريت لو جاهز هتشوفوا حضراتكم فكركم بالتقرير اللي صدر من
وزاره الشباب والرياضه او من اللجنه اللي كلها منه اللي حكم المحكمه يا ابراهيم. في ناس رفعت قواضي كانت محكمه جنح مستأنف مدينه قصر النيل طلعت حكم، ده قرار اللجنه اللي فتشت على اموال النادي الاهلي واللي برأت فيه النادي بشكل واضح وصريح، وكمان ارسلت اللجنه فيها كل تفاصيل موقفها وقالت لو شفتوا التوقيع من تحت عشان الجمله ديت لسه بيتساءلوا عليها برضو، هو اصل الاهلي خد اذن الجهه الاداريه ولا لا؟ بيقول التقرير في نهايته زي ما حضراتكم شايفين بخط يد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه انه ثبت للجنه ان الاهلي حصل على موافقه كتابيه من الجهه الاداريه بعد تلقي هذه التبرعات، واعتبر انه اجتماع مجلس الاداره، انا اجتمعت كمجلس اداره واخدت قرار بقبول هذا التبرع، وبعدت انا للوزاره، بعدت انا للوزاره ما يفيد محضر اجتماع الجلسه الوارد فيه هذا البند وفعل عليه. فقال لك الوزير انت في زياره لشخصيه كريمه لها علاقه مميزه معاك، ها، بتقدم لك هديه، مش هتقول استنى، ها، هروح اجيب بتقبل الهديه وتوديها النادي بتاعك وبعدين تاخد الموافقات والهدايا موجوده داخل النادي الاهلي. هات يا شوارب بعد اذنك التقرير تاني عشان الجمله الاخيره اللي مكتوبه بخط يد الدكتور اشرف صبحي يبقى واضح للناس انه تم الاعتماد من السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي تاكد من حصول الاهلي على موافقه الجهه الاداريه وقال انه بيعتبر الموافقه اللاحقه مثل السابقه. لان انا في الاول وفي الاخر امتلكت هذا القدر من الشفافيه وقلت لك تعالى فتش. فبالتالي هذا التقرير اللي الاستاذ محمود معروف بيقول مين يحاسب الاهلي؟ عندك حد اعلى من وزاره الشباب والرياضه؟ اه في حد، المحكمه. روح للمحكمه. راح للقضاء. اترفعت دعوه. حصل مجلس اداره النادي الاهلي على البراءه من جنح قصر النيل، ثم تم الاستئناف، تأكدت البراءة في محكمة جنح المستأنف للمرة الثانية، فأنت حصلت على حكم بالبراءة في الدرجتين من محكمة جنح قصر النيل، وحصلت على إبراء ذمة واضح في تقرير اللجنة المفادة من قبل وزارة الشباب والرياضة. مين إيه تاني؟ يعني تروح فين تتحاسب؟ بس عموما الأستاذ محمود معروف اللي لفت نظري بعد الجملة دي على طول ومين حاسب مجلس إدارة النادي الأهلي، قال النادي الإسماعيلي قادر على تعويض خسارته أمام الأفريقي التونسي 0-2، ممكن جدا أن يفوز 3-0. الإسماعيلي لسه هيلعب بكرة، دي جمهورية أول امبارح. الإسماعيلي ما خسرش من الأفريقي التونسي 2-0، الإسماعيلي خسر من مازيمبي الكونغولي، لكن لسه ما لعبش مع الأفريقي، ده هيلعب بكرة الجمعة. ثم انه مفيش حاجه فرصه للتعويض، ده دوري المجموعات يا استاذ محمود، انتوا اساتذتنا، ده دوري المجموعات مفيهوش ذهاب وعوده والاتنين صفر اقدر اعوضها بالتلاته. فده لدقه المعلومات او للكلام في المناسبه. الاستاذ محمد عثمان المحامي نقيب محامي القاهرة السابق والمستشار القانوني لمجلس إدارة النادي الأهلي كان ضيف على الزميل هاني حتحوت في قناة صدى البلد، تحدث عن فكرة الحصانة وحصانة أعضاء مجلس النواب، هل تمنع مساءلتهم ولا لا؟ نشوف هذا الرأي القانوني للأستاذ محمد عثمان. موضوع يعني خلاص هي مسألة واضحة، تفسير الأمر أنه شكوى كيدية وهي ممنوع تناقش الموضوع، فيعني مفيش بقى تعليقات تتقال أكثر من اللي بيتقال ده كله، لأنه لابد أن يكون هناك لحظة لمواجهة الحقائق، لحظة لاتخاذ موقف يطمئن الناس على مصالحهم وعلى حقوقهم في تحت قبة البرلمان. يعني أنا المفروض أن ما ألجأش غير يا للمحكمة يا للمجلس النواب،
ده الطبيعي انك انت تروح لممثل الشعب هم اللي جابوا لك حقك. لكن لحد دلوقتي انت محدش ناجح في هذا. محدش ناجح في هذا؟ لا ما هو يعني اتسام الامر بالكيديه وهكذا يراها اللجنه يعني ما مش عارف يعني ما اعرفش اعلق عليها لان انا مش قانوني قوي. هو في ثلاث اربع اسئله او ثلاث اربع علامات استفهام كبار في الازمه دي كلها الحقيقه. يمكن الحصانه البرلمانيه وقصتها واستخداماتها وطريقه حتى رفعها دي قضيه كبيره، قضيه يعني تحتاج الى اثاره حقيقيه انها تاخد حقها من المناقشه. مش عشان هذه الواقعه فقط، عشان كل الوقائع عامه لضبط الاداء حتى العام. لكنه القضية الرياضية أو علامة الاستفهام الرياضية الكبيرة هو ده ليه؟ الأهلي ما لعبش مع الزمالك، ما دخلوش في خناقة على لعيب خالص، أنت في سكة وأنا في سكة، حتى على مستوى الكورة ما تقابلناش لسه. كل الصفقات اللي الزمالك عملها السنة دي دعم بيها فرقته قبل بداية الموسم، صفقات كبيرة دعمت فرقة وعملت فرقة كويسة فرحت جمهور الزمالك، لم يتدخل فيها الأهلي، لم يزاحموا فيها. والصفقات اللي حققها النادي الاهلي لولا انه كل لاعب منهم تمسك برغبته الشديده اللي خلته يتنازل على اموال كبيره من اجل الانتقال للاهلي، ما كانش الاهلي عمل هذا الموسم الشتوي الكبير والقوي. اذا ما فيش على صعيد المنافسات الرياضيه ما فيش مباراه اتلعبت. على صعيد المنافسات فيما يخص التعاقدات والصفقات ما فيش حاجه لمست مع بعض. انا في حالي وانت في حالك، مالك ومالي؟ ليه؟ ليه؟ ده السؤال الكبير قوي اللي البعض طرح له إجابات كتيرة. لكن فيما يخص هذه المقارنة، المستشار القانوني للزمالك الأستاذ محمود العسال في قناة الحدث فرض مقارنة. هذه المقارنة لابد من مناقشتها بهدوء لصالح كل الجماهير، مش جمهور الأهلي بس، لصالح كل الجماهير، عشان الكل يبقى عارف فين نقطة الاشتباك وإيه سبب هذا الارتباك. نسمع الأستاذ محمود العسال ونشوف معاكم أسباب هذه المقارنة. أنا مندهش موضوع تأجيلات المباريات دي، أنا مندهش فعلا. يعني هو التأجيلات دي ميزة؟ الله ما سمحتك التأجيلات دي إنك أنت تسبقني بكتير وأنا ألاحقك وأنا مرهق ومجهد. لا وانا بلعب بره. الله، كنت محتاج يا سيدي. ايه المجامله اللي تمت ايه موضوع التاجيلات؟ ما علينا. فريق كمل في افريقيا وفريق ما وفقش انه يكمل. بالطبيعي جدا المباريات اللي الاهلي تاجلت له هي نفس المباريات اللي اتاجلت للمصري لغايه خروجه، ولا ده مش صحيح؟ المصري كان موجود في بطوله الكونفدراليه والزمالك لغايه خروجه، والزمالك بس خروجه كان مبكر شويه. أيوة. ما مسش الدوري، لكنه اللي تم التاجيل لا منحه ولا هبه. بس انا هنا بقى يعني بيديك 3 بونت. انا هنا عايز اقف يا باشمهندس بعد اذنك عند قضايا المقارنه، لان لو القضيه كده يبقى بانت وظهرت. احنا هنفرض مقارنه عشان نحل مشاكل على حساب مشاكل. القضيه الاولى المهمه اللي الاستاذ العسال طرحها قضايا ماليه، براءه للاهلي او الاهلي ما عندوش ملاحظات، وقال نيابات وإحالات واتهامات وترقب وصول لهاني زادة. طيب هو اللي حقق المقارنة هنا، هو اللي حقق دي مش جهات قضائية. ده اللي أنا عايز أقوله. المقارنة هنا غريبة جدا. رقم واحد، أنا كنادي أهلي لما زاد اللغط وكتر الكلام، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب بعت بإلحاح للسيد وزير الشباب والرياضة وقتها المهندس خالد عبد العزيز، أرجوك نريد التفتيش على الموقف المالي. رفع عن نفسه الحصانة الغير متمتع بيها، وبعت استعجالين للمهندس خالد عبد العزيز وقتها. أما مش المهندس خالد عبد العزيز، جه الدكتور أشرف صبحي، ومش هينحاز للأهلي الراجل ولا بينحاز للزمالك، وزير بدأ عمله، فعل الدور لجنة التفتيش الرقابية من جهات رقابية مسؤولة، بعتها للتفتيش على كل الانديه بما فيها النادي الاهلي. لما فتشت على اموال النادي الاهلي وما يخص التبرعات، كانت النتيجه اللي انتوا شفتوها، قرار صريح من اللجنه
بسلامة الموقف المالي للنادي الأهلي اللي انتوا شايفينه ممهور بتوقيع الوزير ورئيس الإدارة المركزية اللي ترأس هذه اللجنة. طيب انت حاسبني معاك بأمارة ايه؟ ده انا اللي طلبت التفتيش والوزارة برأتني، ولما اترفعت عليا قضية كسبتها، اتبرأت في المحكمة مرتين. إذن ده ما يخص الأهلي، الأهلي لا هو اللي برأ نفسه ولا حد جامله في نيل هذه البراءة. على الجانب الآخر، أنت رابطني مع سيادتك في جملة واحدة علشان تقول للناس الأهلي اتجامل وأنا اتظلمت. ما حدث من تحقيقات في الزمالك هو نتاج لجان تفتيش نيابية أمر بيها معالي النائب العام بناء على شكاوي ومذكرات قدمت ليه من أطراف زملكاوية، فشكل لجان للتفتيش على أموال نادي الزمالك انتهت إلى ما انتهت إليه. ممكن نطلع لكم عريضة كبيرة جدا من نتائج هذه التحقيقات، بس لا ده موقفنا ولا ده يشغلنا هنا في الأهلي. لا، وهنا الحتة دي ما ينفعش فيها اشمعنى أنا. أنت الوقائع بتاعتك أدت إلى تحقيقات ولم تبرئ صحتك فيها، وترقب وصول وعضو مجلس إدارة بره. الوقائع بتاعتي تم إبرائي فيها، هي عافية يعني ولا بدل ما أنت سبت هنا لن تسيب هنا. هي كده، هو إثارة الأمر بربطها مع بعض في ربطة واحدة، هو كده سيبني زي ما سبت الأهلي. هو مين اللي ساب الأهلي؟ محدش ساب الأهلي، الوزارة حققت والمحكمة برأت، روح للمحكمة والمحكمة تبرأك. إنما اللجان، حتى اللجان اللي فتشت في نادي الزمالك مش بقرار إداري من الجهة الإدارية ولا من وزير الشباب والرياضة، بقرار من معالي النائب العام. عندك رأي قوله للنائب العام، لكن مش للرأي العام إنه جاملوا الأهل وسابوني أنا. هنا الكلام في غير محله، ومقارنة غريبة وعجيبة. زي المقارنة الثانية، جمعية عمومية مشوا الجمعيه العموميه بتاعت الاهلي ورفضوا اعتماد جمعيتي. هنا اجراءات وهنا اجراءات. هو النادي الاهلي ده مش هو نفسه اجراءات بين 20 قوس؟ لانه وقت ما النادي الاهلي نفسه، هو نفسه النادي الاهلي مع مجلس الاداره السابق برئاسه المهندس محمود طاهر، الجمعيه العموميه اتخذ اجراءات غير سليمه من وجهه نظر اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه، لم تعتمد الجمعيه العموميه. وزي ما جمعيه الزمالك دلوقتي رافضين يعتمدوها، هي نفسها جمعيه الاهلي التي لم تعتمد من قبل، اتعملت على يومين وفي مكانين. الوزاره كان اللجنه الاولمبيه ليها قرار وقتها، اللجنه بتناقش اجراءات. فانت جمعيه العموميه الثانيه للاهلي لوضع لائحه النظام الاساسي، ده كل الانديه طلعت تشيد بما حدث ان انا اعمل جمعيه عموميه. يسبقها حوار مجتمعي جاد بين كل أطياف وفئات أعضاء النادي لمناقشة هذه اللائحة عشان ينتهي إلى لائحة نظام أساسي في لحظة الإعلان تحت إشراف قضائي كامل وسلطة اللجنة الأولمبية. أنا مشيت في كل الإجراءات كمجلس إدارة، مشيت في كل إجراءات القانونية السليمة اللي طلبت مني. كانت النتيجة مالكش حق ترفضها لي، تم اعتماد هذه الجمعية. طيب بحضور 16,100,138، الصحيح 15,999، والبطلة 139 صوت. وأقرت اللائحة من 16,13,921 ب87%. طيب ده الأرقام اللي أعلنها المستشار القضائي اللي أشرف، المستشار محمد السيد خليفة رئيس اللجنة القضائية اللي أشرفت على الانتخابات. إذن عندي إشراف قضائي كامل، عندي سلطة أولمبية وجهة إدارية، وعندي أعضاء بهذا الحضور. ما يعتمدهاليش ليه؟ مين جاملني عشان يعتمدني وما يعتمدلكش؟ ليه هذه المقارنة بين الاثنين؟ لائحة الزمالك، الجهة الأولمبية والجهة الإدارية اللي على رأسها وزير الشباب والرياضة. يا أستاذ إبراهيم، أي مقارنة بتكون نتيجة ظروف متشابهة أو ثبات الظروف. لو الإجراءات هنا هي إجراءات هنا ودي اعتمدت ودي ما اعتمدتش، أنت من حقك تقول اشمعنى. لكن لما أنت تبقى واخد إجراءات وأنا واخد إجراءات تانية خالص،
ويرى ان انا اجراءاتي سليمه وانت اجراءاتك مش سليمه، من حقه ان يرفض. هي مساله اجراءات. ربط ده بدا مش فاهمه خالص، مش مفهوم بالمره، ومش في السياق اصلا، مش في المعنى. تيجي لجزئيه الاعلام، الاعلام الرياضي بيظهر الفسفوسه في الزمالك ويطنش على اي حاجه في النادي الاهلي، والزمالك بيعقد مؤتمر صحفي لرئيس النادي، الجرايد ما تكتبش عنه وتكتب عن مؤتمر في النادي الاهلي. ايوه، لانه كمان نقابه الصحفيين واخده قرار فيما يخص رئيس نادي الزمالك، امر يخص قضيه تخص النقابه، لكن تحملها على الاهلي ليه؟ وانا مالي؟ في نفس الحلقه الناس كانت امبارح بتتباهى انه 75% من الصحفيين زملكاويه. طب انت بتتباهى ان 75% زملكاويه، طب بتشتكي انه الاهلي متجامل، الاهلي متجامل في ايه؟ فين المجامله؟ الجرايد بتكتب عن الاهلي كويس، طب انا مالي؟ ما هو ما فيش حد كتب وحش انا لومته. ده انا بقول لكم في بدايه الحلقه، انا كواحد صحفي اتمنى المزيد من التفعيل للدور الرقابي المجتمعي للاعلام كله، مش الصحافه بس، حفاظا على قيم المجتمع وعلى علاقات الجماهير ببعضيها. الاهلي ماله؟ يتقال انه الاعلى للاعلام اخذ قرارات ضد برنامج يخص نادي الزمالك وعدم المساس بقناه الاهلي. طب قناه الاهلي حصل منها ايه؟ ايه التجاوزات؟ يعني تعالى حاسبني على اداء. هي مش الفكره زي ما بجامل الاهلي اجامل الزمالك، زي ما اوقف الزمالك لازم اوقف الاهلي. لا، يجوز قناه الاهلي تخطئ وبرنامج الزمالك لا يخطئ، عاقب قناه الاهلي لوحديها، بس قول لي فين الخطا؟ قول لي فين الخروج عن مدونات سلوك او عن اي اعراف مهنيه؟ انما ما عنديش خطا عايز تعاقبني عشان انت اخطات وجرحت واسات وتناولت اعراض عامه وخرجت عن كل حدود اللياقه الواجبه، فانت تعاقب، يبقى لازم تعاقب التاني؟ يعني في عدل ان انا اعاقب المجني عليه والجاني؟ زي ما بعاقب الجاني لازم اعاقب المجني عليه؟ واخيرا النقطه بتاعت الدوري وتاجيلاته. احنا بنصدر للجماهير انطباعات من مسؤولين وبعد كده نتكلم على التوتر فيما بينهم. مال الدوري ومؤجلاته؟ الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا، كان مطلوب منه وهو بيلعب في تونس يلعب ماتش هنا مع الاتحاد؟ مش ده تم التاجيل في كل مناسبه الزمالك شارك فيها؟ انا عايز استغرب، ايه الميزه في التاجيلات ده؟ كلها عيوب طبعا. يعني بترهقنا ارهاق شد، واذا جاءت اصابه انت بتلعب المؤجلات في ظل الاصابه الواحده بيحرمك من 3 4 ماتشات. ما تلحقش تتعافى. الاهلي والزمالك ناديين كبار، جماهيرهم كبيره، الحفاظ عليهم او على علاقاتهم لازم أن يكون موجود. اشمعنى مش هتحل المشاكل؟ ومحاوله التوازن بين ده وده، بين الجاني والمجني عليه، مساله غير عادله بالمره. لكن النكته بقى، او الحاجه النكته المسيئه ان الاقي في هذا البرنامج حد بيتكلم على انه محاوله الاساءه لجماهير النادي الاهلي ونوعيه جماهير الاهلي وهي نوعيه كبيره، ثم التفاخر انه الفنان فلان الفلاني والفنان فلان الفلاني زملكاويه. طب وماله؟ الزمالك نادي كبير، بس خد بالك النادي الاهلي هو من يفخر كل المنتمين ليه ان هم اهلاويه، وهكذا يجب ان يكون الزمالك، وهكذا يجب ان يكون الاسماعيلي والاتحاد. هذه الكيانات الشعبيه المنتمين ليها هم اللي يفخروا ويسعدوا ان هم منتمين لهذا النادي، مش النادي هو اللي يفخر ان الشخص الفلاني الفلاني بيشجع هذا النادي. هنا احنا بنضعف قيمه الكيان قصاد الافراد ايا كان هم مين. لكن لو الفكره انه سين وصاد وعين بيشجعوا هذا النادي، لا كمل ال 28 حرف هتلاقي كل الحروف اهلاويه، لانك لو هتستعين بفنان ولا اتنين ولا خمسه هنفكرك بعدد كبير من الفنانين ما دمنا احتكمنا الى قيمه الفن في انتماءاتهم الرياضيه في هذا الفيديو. لا دي نقطه بحر. نقطه بحر. يعني اللي عرفوا كريم عبد العزيز ومحمود العلايلي وعزة العلايلي ولا لا لا كتير كتير احنا بس يعني فانت وكده في الزمالك هيقدر يعمل لك كتير برضه كتير. لكن هي الفكره كلها يعني انا مش فاهم
هو دي كمان مجال للمفخره والمعايره. ما احنا قلنا ان عدد الاهلاويه ضعف عدد الزملكاويه في جميع الاستفتاءات، فهيطلع في ماركه الاسبانيه. يعني انت النسبه هتطلع كده في اي مجال، في الاعلام، في الادب، في كل حاجه، ما عدا الصحافه. ما عدا الصحافه. الصحافه ولا لكن برغم كل شيء سيبقى الاهلي دائما كما كتب سمو الامير عبد الله الفيصل عليه. ودي ليها سبب، ودي ليها سبب بسرعه. ان انت عارف ان كيف تم تغذيه وانتقائيه العناصر الزملكاويه للعمل في الاذاعه والتلفزيون على مدى السنين اللي فاتت دي كلها. صحيح. كما كتب وابدع سمو الامير عبد الله الفيصل رئيس شرف النادي الاهلي عليه رحمه الله، وكما غنى العندليب الاهلاوي الاصيل عبد الحليم حافظ زين النوادي: دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير مع زين النوادي.